بسم الله الرحمن الرحيم. أولا جود مورنينج، أنا دكتور أحمد جابر عمارة، دلوقتي بقى مدرس مساعد كارديولوجي. جماعة حضرونا أنا نايم. النهاردة إن شاء الله هناخد وان دي انترودكتوري كورس عن الإيكو كارديوغرافي. هو الإيكو كارديوغرافي ده حاجة تعتبر أدفانسد إيميجينج تكنيك، المستوى بتاعها هايلي سبيشاليز، يعني مفيش الا يعني كارديولوجيست هو اللي يشتغل الايكو كارديوغرافي. فعلى مستوانا كانترنز وك كلينيكال ميديكال ستودنتس ان شاء الله هنحاول ندي حاجه فكره مبسطه قوي، بحيث ان انا لما حد ريليتيف او كده يجيب لي ريبورت ايكو اقدر لما اقراه انتربريت واقدر افيده. تمام، بس ان شاء الله. وبعد كده هنبتدي نشوف، هنعمل هاندز اون سيشن، حد هيبقى فولنتير وهنعمل عليه ونوريكم الكلام اللي احنا هنقوله النظري ده هو. وفي الاخر هنتكلم عن الايكو كارديوجرافي في الاميرجنس روم في صوره كده 7 كيسز، هنعرض فيهم الاميرجنس سيتويشنز اللي الايكو كارديوجرافي بيبقى فاهم بس فيهم. ماشي حبيبي. هنتكلم بقى عن الايكو كارديوجرافي وازاي بيحل سيتويشنز وبنستفيد بيه جدا في حالات امرجنسي، بيبقى الاوت كوم بتاعها كويس قوي. اولا طبعا ديسكلوجر، المحاضره ديت مش سبونسرد باي اوثوريتي، وهذا الليكشر توتالي فولنتري. البلان بتاعنا زي ما اتفقنا هناخد اول بارت بتاعنا اللي هو البيزكس اوف ايكو، وده ان شاء الله نحاول نقوله في خلال 1 hour. هيبقى اثناء البرزنتيشن بعد كل جزء صغير. اثناء المحاضره بعد كل بارت صغير هيبقى في كويز، سؤال ام اس كيو، احنا هنكتب رقم السؤال وهنختار تشويس من التشويسز، بعد كده هنجاوبه مع بعض. ده حاجه بس عشان نعمل ريفرشمنت ونشوف احنا وصلنا المسج اللي احنا عاوزين نوصلها ولا لا. تمام، وبعد كده في الاخر كل واحد هيقيم نفسه ويدي نفسه درجه من 10 ان شاء الله. بعد ما نخلص الجزء البيزك ده هوت هنعمل الهاندز اون سيشن، نشرح الكلام اللي احنا قلناه في صوره الصور براكتيكالي بالجهاز اللي احنا جايبينه. وفي الاخر خالص هناخد بريك وبعد كده هنتكلم عن الايكو في الاميرجنسي روم. تمام، هنبدا اول بارت بتاعنا اللي هو بيزكس اوف ايكو كارديوجرافي. اول حاجه يعني ايه ايكو كارديوجرافي؟ هو ايكو كارديوجرافي هو اكزامينيشن اوف ذا هارت يوزنج الترا ساوند، يبقى عباره ان انا بعمل اكزامينيشن للهارت باستخدام الالترا ساوند. اعتقد انتوا في محاضره الالترا ساوند الاولانيه خالص في الكورس، في الكورس ده هو عرفتوا يعني ايه الترا ساوند والبيزك برينسيبلز بتاعته، هنقولها تاني ان شاء الله. طيب الصوره اللي عندنا ديت دي صوره الايكو كارديوجرافي لاب. اللاب ده عباره عن ايه؟ بيبقى عند الايكو كارديوجرافي ماشين اللي هو جهاز الايكو، وعندي شيزلونج اللي البيشنت بينام عليه، وعندنا طبعا التشير اللي الاكزامينر بيقعد عليه. طيب الايكو كارديوجرافي ماشين ده عباره عن 3 بارتس، 3 اجزاء. وفي طبعا انواع من الايكو كارديوجرافي ماشين هنقولها دلوقتي. الثلاث اجزاء عباره عن ايه؟ عباره عن اول حاجه السكرين اللي هي الايمج بتظهر عليها، وعندنا الداشبورد اللي فيها الموداليتيز المختلفه اللي هشتغل عليها، وعندنا اهم بارت في الايكو هو البارت ده اللي هو الايكو بروب. البروب ده اغلى بارت في الجهاز وده اهم بارت. تمام؟ طيب الايكو بروب ده عباره عن اجزاء وحاجات معينه هنقولها دلوقتي ان شاء الله. يبقى انا عندي الايكو كارديوجرافي 3 بارتس، الايكو ماشين، الداشبورد، والبروب اللي هو اهم بارت في الجهاز، وعندنا الشيزلونج اللي البيشنت بينام عليه والاكزامينر. طيب ايه انواع الايكو ماشين؟ في عندنا جهاز زي الجهاز اللي هو معانا ده هوت اللي هي الرايت سايدد ايمج، ده بنسميه بورتابل ايكو كارديوجرافي اللي هو جهاز بورتابل عامل زي اللابتوب اقدر اتحرك بيه وامشي ونعمل بيه حاجه بنسميها بيد سايد ايكو، هو البيشنت محجوز الايكو بيجي له جنبه نعمله. وفي عندنا طبعا الجهاز الرئيسي اللي هو الكلاسيك ايكو ماشين، جهاز الستاند اللي بيبقى ستاتيك في مكانه. طيب هل في انواع من الايكو؟ ايوه، على حسب نوع البروب ده في عندنا كذا حاجه. عندنا طبعا الكلاسيك ايكو اللي هو الترانس ثوراسيك ايكو، حاجه نون انفيزيف بعملها للبيشنت من استرنالي عن طريق الشيست وول، ده اللي هو كلاسيك ترانس ثوراسيك ايكو.
طيب في عقبات في التراس الثوراسك ايه؟ كنا انا عندي في باريرز ما بين التشيست وول والهارت، اللي هي ايه؟ عندي الريبس، عندي التشيست وول نفسه، عندنا الاسترنا، عندنا اللنج على الهارت. كل دي باريرز بتعمل لي عائق وبتخلي الايمج كواليتي مش كويسه، خصوصا في ناس معينين. عشان كده بدانا عملنا جروب ارفع شويه من ده، وبقينا نعمل بيه ترانس اسوفيجيال ايكو، نخش زي المنظار بالظبط من الماوس للبارنكس ثم الاسوفيجاس. قدام الاسوفيجاس ايه على طول؟ الليفت اتريا، صح؟ فاكرين؟ لما كان الليفت اتريا بيكبر يضغط على الاسوفيجاس يعمل ديسبيشن، هنشوف الكلام. تمام، فعندي قدام الاسوفيجاس على طول قدامه الليفت اتريا، فابتدي انا اخش ابص على الهارت دايركتلي، مفيش بقى بارير ما بيني وما بين الهارت، فده بيديني ايمج كواليتي احسن كتير. بعد كده اخترعنا حاجه جروب ارفع، وبقينا نعمل انترا كاردياك ايكو زي القسطره بالظبط، بخش من الفيمورال ارتري، بعد كده الكومون الياك الاورطة، واخش من الاورطة في الفنتريكل، وابتدي اعمل انترا كاردياك ايكو. تمام، يبقى دول الثري موداليتيز من الايكو اللي احنا ممكن نعمله. عندنا ترانس ثوراسيك، عندنا تي اي اي، ده الجروب بتاع شبه المنظار لو حد شاف الابر اسفجال اندوسكوبي شبهه بالظبط، وعندنا الانترا كاردياك ايكو جروب ارفع خالص بنخش بيه زي القسطره بالظبط، يبقى سمكه كده 6 فرنش، حاجه رفيعه خالص. تمام، طبعا كلامنا هيبقى على مستوى الترانس ثوراسيك ايكو العادي خالص، الحاجات الثانيه ديت حاجه مور ادفانس. طيب في اثناء الاكزامينشن بالايكو في عندي البيشنت بياخد سيرتن بوزيشن والاكزامينر بيبقى له بوزيشن. اول حاجه هنتكلم عن البيشنت بوزيشن، ازاي احط البيشنت في البوزيشن الصح اللي هيديني ايمج مظبوطه، لان اهم حاجه في الايكو ان انا احصل على ايمج كويس، اجيب ايمج للهارت كويس. لو جبت ايمج كويسه كل الميجرز وكل الاكزامينشن بتاعي هيطلع اكيوريت، لو جبت ايمج مش كويسه الدنيا هتبقى فيها بايز، ولو جه اكزامينر ثاني عاد بعد الايكو هيطلع ريزلت مختلف عن الريزلت بتاعي. فاهم حاجه ان انا احط البيشنت في الابروبريت بوزيشن عشان خاطر اطلع الابروبريت ايمج. طب ايه هو الابروبريت بوزيشن؟ زي ما احنا شايفين في الصوره هنا، البيشنت بينام ليفت لاترال، نام على جنبه الشمال، والليفت هاند ديت بيرفعها يحطها ورا راسه. طيب ليه الكلام ده؟ اول حاجه البيشنت لما يرفع الليفت هاند بتاعه ورا راسه هيبتدي يفرد الريبس، يبقى هيديني سبيس كويس ما بين الريبس، وبعدها تقدر الالترا ساوند ويبس تخترق وتوصل للهارت، دي اول حاجه. طيب ليه البيشنت بياخد ليفت لاترال بوزيشن؟ عشان الهارت يرمي قدام على الشيست وول، فيقرب شويه من الشيست وول فيديني ايمج كواليتي احسن. تمام، يبقى البيشنت بياخد ليفت لاترال بوزيشن وايده بتبقى تحت راسه عشان السببين دول. تمام، ده بالنسبه للبيشنت بوزيشن. البوزيشن ده اللي كنا بنعمله في الاكزامينشن، لو انتوا فاكرين كنا عشان نكزامن الايبكس كويس كنا بنخلي ايه؟ العين ميل على جنبه الشمال ياخد الليفت لاترال. طيب ايه بالنسبه بقى للاكزامينر بوزيشن، وضع بقى الايكوكارديوجرافر؟ في عندنا مدرستين، في المدرسة الكلاسيك اللي هي المدرسة العربية، وفي عندنا المدرسة الأجنبية. تمام؟ المدرسة العربية إن الإكزامينر بيقعد على يمين البيشنت، يبقى أنا قاعد على يمينه لأن أنا هستخدم إيدي اليمين. بس دي فيها مشكلة إن أنا ببقى يعني البيشنت يعني حضن البيشنت، فبيبقى في إنابروبريت كونتاكت مع البيشنت، ممكن ده يضايق بعض الناس. في بقى المدرسة المحترمة شوية اللي هي المدرسة في يو اس وفي يوروب، ان انا الاكزامينر بيبقى على شمال البيشنت، فزي ما انتم شايفين كده هو قاعد على شماله والعيان واقف عمال يتامل في الدكتوره تمام، وهي شغاله ايه؟ شغاله مستريحه، مفيش بقى كونتاكت ولا حضن البيشنت، خصوصا في الفيميلز الاوبيز يعني بيجي لنا ديسك من اثناء الاكزامينشن من التوطيه دي. فدول تو بوزيشنز. الناس اللي منا بتستخدم الليفت هاند اللي هي دوميننت ليفت هاند تعرف تعمل البوزيشن ده كويس قوي، لان هي هتبقى على شمال البيشنت وبتشتغل بايديها الشمال، فده تقدر تعمل البوزيشن ده كويس. الناس الرايت هاند زينا كده غالبا لازم البوزيشن ده هو اللي هيعرف يشتغل عليه. اوكي، ده بالنسبه لي البوزيشنز بتاعتي. طيب هنتكلم بقى عن برنسبلز اوف ايكو. احنا قلنا الايكو ما هو الا الترا ساوند، ما هو الا الترا ساوند، يعني نفس فكرة الابدومينال الترا ساوند هو نفس فكرة الايكو كارديوجرافي. بس احنا عندنا حاجة ميزة حلوة قوي في الايكو اللي هو ايه؟ ان الهارت ده از موفبل اورجان، حاجة بتتحرك، فالاكزامينشن بتاعه بيبقى ممتع قوي، عكس مثلا بتوع السونار حاجة مملة، يعني بيبص على الليفر والليفر ثابت وعمال يبص على حاجة سوليد ما فيش فيها حركة، يعني عشان كده بتوع السونار بيكرهوا بتوع القلب.
ماشي عشان الايكو هي طبعا هو حالتين سونار بحاله ايكو كفلوس وفي نفس الوقت الاكزامينشن بيبقى ممتع شويه. تمام. هي فكره بقى الالترا سونوجرافي عموما العلماء خدوها منين؟ خدوها من الباتس من الخفافيش. دي كانت الفكره كلها. احنا عارفين الباتس دي بالليل مش بتشوف تبقى بلايند في الدار. طب بتعتمد ازاي في الحركه بتاعتها؟ تعتمد عن طريق ان هي بتيمت الترا ساوند ويفز تهيت الاوبجكت وترجع عندها الاير بتاعتها بتتحرك 360 درجه فتبتدي تستقبل الويفز الريفلكتد فتحدد بوزيشن الحاجه اللي قدامها فتتفاداها ما تخبطش فيها. هي من هنا جت فكره الالترا ساوند. يبقى فكره الالترا ساوند ايه؟ ان انا بايمت الترا سونيك ويفز تخبط في اوبجكت. الاوبجكت ده ممكن يبقى كذا اوبجكت، يعني اوبجكت قريب مني واوبجكت بعيد شويه. كميه الريفلكتد ويفز اللي هتنعكس لي هتبقى مختلفة من الاوبجكت القريب عن الاوبجكت البعيد، فابتدي اقدر احدد ده ايه وده ايه ويتفادى. من هنا جت فكرة الالترا سونوجرافي. طيب يبقى احنا حتة كده فيزيكس، عندنا الساوند بنقسمه الى انفرا ساوند وعندنا النورمال ساوند وعندنا الالترا ساوند. النورمال ساوند ده اللي هو الهيومن هيرنج، ده اللي احنا بنسمعه السبيكترم اللي احنا بنسمعه. الالترا ساوند ده ساوند فوق الفريكوانسي بتاعه اعلى من الفريكوانسي اللي احنا بنسمعه. وطبعا الالترا ساوند ويف دي عباره عن ريبيتد سايكلز من كومبريشن دي كومبريشن ويفز لسيرتن ويف لينس وسيرتن فريكوانسي. الكلام ده ما يهمناش قوي. اوكي. وزي ما اتفقنا ان انا عندي الجهاز، مين بقى في الجهاز الايكو ده اللي بيطلع الالترا ساوند؟ ده البروب. وهنعرف ايه فين ايه اللي في البروب بيطلع الالترا ساوند. ولكن الفكره زي ما قلنا ان انا هيطلع عندي السورس الالترا ساوند هتطلع الويفز، الويفز دي هتعمل هيتنج للاوبجكت اللي قدامها. بعد كده جزء كبير منها من الويف هتبقى ريفليكتد اللي هو السهم الاحمر، وبعض الويفز دي هتبقى ابسوربت في التيشو. تمام. طيب انا عندي الهارت عباره عن كام لير؟ كام لير؟ ثلاثه لير، بريكارديوم مايوكارديوم اندوكارديوم. برافو عليك. كل لير من اللايرز ديت ليها كونسيستنسي مختلفه عن اللاير الثاني. فانا عندي الالترا ساوند هتطلع ادي الثري لايرز بتوع الهارت، كل لير من اللايرز دي هترفلكت الترا سونيك ويفز بكميه مختلفه عن اللاير الثاني. فتبتدي لما تبقى ريفلكتد هتظهر لي في الايمج في صوره اقدر احدد البريكارديوم، اقدر احدد المايوكارديوم، اقدر احدد الايه؟ الاندوكارديوم. مين فايبرس تيشو فيهم في اللايرز الثلاثه؟ البريكارديوم. عشان كده الويفز اللي تبقى ريفلكتد منه تبقى اكتر ويفز، فتبان لي في الايكو زي ما هتشوف ان شاء الله تبقى لير برايت. تبقى برايت. ليه برايت؟ لان هو فايبرس تيشو بيرفلكت كميه كبيره من الالترا سونيك ويف فيبان بصوره برايت. المايوكارديوم ده تيشو الويفز الريفلكتد منه بتبقى قليله قوي فيبان كده ترانسلوسنت، والاندوكارديوم الاندوسيليوم ده بيبان بصوره وسط ما بين البريكارديوم والمايوكارديوم. فدي فكره ازاي الالترا ساوند بيبقى ريفلكتد في صوره تخليني اشوف اللايرز بتاعت الهارت. في مشكله لحد دلوقتي؟ تمام؟ طيب ازاي بقى الالترا ساوند ده كرييت؟ هنا هنتكلم شويه عن البروب. البروب ده مهم قوي. زي ما اتفقنا ده اهم بارت في الايكو اللي هو الايكو بروب. ليه البروب ده؟ ده مثلا بروب جهاز ده سي بنص مليون 500,000، البروب ده مثلا ب 150,000، دي ارقام حقيقيه. طيب البروب ده فيه حاجتين، اول حاجه في عندي النوب دي في شايفينها النوب ديت حته بارزه كده، دي مهمه قوي. دي تعتبر بالنسبه لنا احنا اناتوميكال لاند مارك. دي اللاند مارك اللي انا بستخدمها في تصوير الهارت. هقول لك مثلا نخلي النوب ديت يمت الليفت شولدر. طيب ده في الصوره هيظهر لي في صوره حاجه معينه، لان النوب ديت بيقابلها حاجه معينه في الصوره هنقولها دلوقتي برضو هتعرفني ان انا شمال او الاورجان اللي ظهر قدامي ده شمال. فدي بالنسبه لنا دي تعتبر الاناتوميكال لاند مارك اللي هي النوب اللي موجوده دي. وعندنا بقى الحته الجراي دي اهم جزء، ده بنسميها دي الكريستاله البيزو الكتريك كريستال. هذه الكريستاله ديت اللي هي مكوناتها بتقيمه الالترا ساوند، بيحصل فيها فايبريشنز تطلع الالترا ساوند ويفز، وفيها لها كابابيلت ان هي تريسيف الالترا ساوند تستقبل الويفز الريفلكتد وتبتدي تبقى ترانسميتد في البروب وتتحول الكتريكالي الى ايمج وتظهر لي على السكرين. يبقى ده اهم جزء في البروب. عشان كده البروب لما بيبوظ خصوصا ان احنا نحط جل ونسيب الجل عليه بياكل الكريستاله دي.
فلما في رساله تتاكل هيبتدي تخلي لي الايمج كواليتي وحشه، خلص جوده الصوره وحشه. ليه؟ لان هتاثر على ايميشن اوف الترا سونيك ويفز وعلى البرسبشن بتاعتها. يبقى ده كلام مهم قوي ان الكريستاله ديت اهم جزء في الجهاز الايكو كله، لان هي اللي بتعمل ايميشن للالترا سونيك ويفز اللي هي الجراي اللي باينه قدامي دي. ادي البيزو الكتريك كريستال، خلعناها من البروب. مكونات عامله كده شبه المغناطيس اهوت، بتسند بيحصل فيها فايبريشن تطلع لي الالترا سونيك ويفز، وكمان لها قابليه انها تريسيف الريفلكتد ويفز وتحولها الى الكتريسيتي تظهر لي بصوره ايمج على السكرين. تمام. طيب اول سؤال بقى 30 ثانيه، بنقول ايه هو الموست امبورتنت بورشن اوف ايكو ميشن؟ اختاروا كل واحد يسجل كده واحد وجنبه تشويس. دي ريفرشمنت، مش حاجه تشالنجينج. تمام. طبعا كلنا هنبقى عارفين الاجابه هي الايه، اللي هي دي اللي هو الايكو جروب كريستال، دي اهم جزء في الايكو ماشين. تمام، دي معلومه في منتهى الاهميه. طيب هنبتدي نتكلم بقى عن السبيكترم اللي خصنا اللي هو الترانس ثوراسيك ايكو كارديوجرافي. كمان تمام، ترانس ثوراسيك ايكو، قلنا ترانس ثوراسيك ايكو ده الموداليتي النون انفيزيف من الايكو اللي انا بعملها اكسترنالي من على الشيست وول من بره. وزي ما اتفقنا قلنا في كذا فاريو، في كذا بارير هتبقى ما بيني وما بين الهارت. هذه البارير هي عندي الريبس، طبعا دي مشكله. في عندنا الاشخاص اللي هو الفيري تول مثلا بتبقى الريبس بتاعتهم اوبليك قوي، بتبقى الانتر كوستال سبيس بتبقى ضيقه جدا، فتخليني مش عارف اجيب البيو، الهارت مستخبي ورا الريبس. تمام، عشان الانتر كوستال سبيس ضيق، فدي اول بارير بالنسبه لنا اللي هو الايه الريبس. جميل. طيب تاني بارير عندي الاسترنم، صح؟ الاسترنم دي ما هي قدام الهارت، فلو بيشنت عنده انوماليز في الاسترنم زي الفيكتس اكسكافيتوم او الفيكتس مش عارف ايه اللي هي داخل جوه او طالعه لبره في عينين الريكتس او كده، ده بيعمل لي برضه ديستربنس في الاناتوم بتاع الشست يخليني في ديفيكالتي في الايمجنج. طيب تالت بارير عندنا اللنج قدام الهارت. طيب اللنج دي بيشنت عيان سي او بي دي، بيشنت عيان عنده انفيزيما اللنج هايبر انفليتد، ده بيعمل لي بارير ما بين الهارت وما بين الايكو بروب ما بين الالترا ساوند. عشان كده من اسوء الحالات واصعبها في الايكو هي العيانين السي او بي دي بيشنت، عيانين الشيست دول بتبقى اللنج بتاعتهم هايبر انفليتد مش كويسه خالص، بتخلي الايمج صورتها وحشه جدا. اوكي، يبقى دول الثلاثه باريرز اللي بيواجهونا في الترانس ثوراسيك ايكو. ادي نفس الكلام، ادي البروبلمز وده كات سيكشن عشان يبين لي انا بقى الالترا سونيك ويفز ببتدي اخليها تباص ما بين التو ريبس، يعني دول كات سيكشن، دول التو ريبس اهو وده الانتر كوستال سبيس. كل ما كان السبيس ده واسع كل ما كانت الويفز هتعدي بكميه كويسه للهارت، تصور تديني ايمج احسن. كل ما قربت الريبس من بعضها والسبيس قل، كل ما جزء قليل من الالترا ساوند ويفز هتوصل للهارت فتديني ايمج صورتها اوحش. تمام، الايكو ده ما هو الا يعني فوتوغرافي للهارت، كأن واحد بالظبط فوتوغرافر وبيصور حفل زفاف. تمام، ففي ستاندرد فيوز، في يعني في ايمجز معينه او اماكن معينه هصور منها الهارت. ده الجزء الثاني المهم قوي في محاضرتنا، البيزك يا جماعه. يبقى اول جزء فهمنا يعني ايه ايكو ماشين، الايكو لاب ده عامل ايه، عباره عن ايه، البيشنت بحطه بوزيشن ايه، الاكزامينر بيبقى في انهي بوزيشن، ايه المهم في الايكو ماشين، ايه فكره الايكو ده، ان الترا ساوند ويفز بتطلع تخبط في الهارت بتبقى ريفليكتد وعلى حسب الريفليكشن تطلع لي الايمج قدامي. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني المهم قوي 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 هو الايكو ويندوز، انا هصور بقى الهارت ازاي وهيظهر قدامي شكله عامل ازاي، ده كلام مهم قوي. طيب عندي في خمسه ويندوز، ويندو يعني ايه؟ يعني مثلا زي في التصوير مثلا في صوره سيلفي، صوره مش عارف ايه كده، فالويندوز ديت دي الحتت او الاماكن اللي انا هبتدي احط الكاميرا فيها عشان اصور الهارت بقى من كذا فيو. تمام؟ عندنا في ثلاثه ستاندرد او ثلاثه رئيسيين لازم ينعملوا، اول حاجه اللي هو ايبيكال ويندو عند الايبكس بتاع الهارت، عارفين الايبكس فين؟
بالظبط في الفيفث سبيس ليفت ميد كده اتكرر، فباجي عند الاكس بتاع الورق وابتدي احط الدروب بتاعي. يبقى انا هبتدي اصور الورق هنا بقى، اصوره كده اصوره كده على حسب ما هنشوف بالتفصيل دلوقتي. ده اول مكان. تاني حاجه عندنا اللي هو البار استرنال ويندو. البار استرنال هو الليفت بار استرنال. باجي عند السكند سبيس ليفت بار استرنال وابتدي احط الدروب بتاعي وابتدي اصور الهارت من هذا البوزيشن. تمام، ده تاني ويندو. تالت ويندو، وده ويندو ممتاز وبيساعدنا كتير قوي، اللي هو سب كوستال ويندو. ابتدي بقى اسيب بقى الشيست وول باللنج بالريبس بالكلام ده وابتدي ابص على الهارت من تحت، من تحت الايه السيف استرنال. تمام، هنشوف الكلام ده براكتيكال ان شاء الله. اوجه الدروب بتاعي ابص على الهارت من تحت كده واتفادى بقى المشاكل دي. ده بنعملها كتير قوي في عيالين مين؟ العيالين السي او بي دي، العيالين الاوبيز السي او بي دي اللي اللنج بتاعته مش عارف اجيب له ايبيكال فيو ولا بره استرنا. ابتدي ابعد عن كل الكلام ده وابص عليه سب كوستالي. تمام، دول الثلاثه فيوز الرئيسيين. يبقى الثلاثه الرئيسيين، الثلاثه ويندوز الرئيسيين اللي ببص واصور الهارت منهم، الايبيكال فيو في الاناتوميكال بوزيشن بتاع الايبكس، الليفت بار استرنال فيو، ليفت سكند سبيس بار استرنال، والسبكوستال فيو تحت الزيف استرنال كده ابص على الهارت من تحت. طيب في اديشنال فيوز، اي في اديشنال فيوز. عندنا في سوبرا استرنال فيو، فيو من هنا عند السوبرا استرنال نوتش، ابتدي احط الدروب بتاعي. هنا انا هصور ايه مينلي؟ ارشل اورت، هصور الجزء الاسندنج بالارش والجزء من الديسندنج. الانوماليز اللي فيه بنقدر نشوفها وهنقول التفاصيل بتاعته. وفي فيو كده عمرنا ما بنجيبه اللي هو رايت بار استرنال فيو. هنا ده مين اللي هيبص على ايه؟ بدايات الاسندنج، يبص على الاس بي سي السوبر فينكير. بس ده فيو غالبا ما بنعملوش اللي هو رايت بار استرنال. فانا عندي الاساسيين الايبيكال الليفت بار استرنال والسب كوستال وحاجات اديشنال السوبر استرنال والرايت بار استرنال. تمام، يبقى احنا عرفنا الاماكن اللي هنصور منها الهارت، الخمس اماكن دول. السلايدز اللي بعد كده هنشرح فيها بقى شكل الهارت عامل ازاي في كل فيو من الفيو دي. هنمسك مثلا الايبيكال فيو، هشوف شكل الهارت عامل ازاي وايه الصور اللي انا باخدها للهارت في الايبيكال بوزيشن ده، وهكذا بقيه البوزيشنز. هو ده الايه اللي بنسميه اللي هو ليفنج اناتومي اوف ذا هارت. شوف بقى الهارت بعيني. هنبدا اول حاجه بالابيكال ويندو او الابيكال بوزيشن. زي ما اتفقنا الابيكال بوزيشن في الاناتوميكال بوزيشن بتاع الهارت هيبقى عندي شويه بروبلمز. شايفين انتوا اللي هو السليم بيشنت ده، البيشنت الرفيع مشكلته هتبقى ايه؟ الريبس كراودد. تمام، او العيان اللي هو السي او بي دي تبقى اللنج هايبر انفليتد. فدي مشاكل الابيكال ويندو البوزيشن ده في التصوير. طيب ايه الصور اللي انا هاخدها بقى في الابيكال ويندو ده في هذا البوزيشن؟ الصور دي مهمه قوي. احنا دي محتاجه شويه تخيل، هنبقى مع بعض كده نتخيلها. اول حاجه ده الهارت قدامه هو في البوزيشن بتاعه في التشيست. هنشوف كده اول حاجه احنا عندنا ده الهارت، ده البوزيشن بتاع الهارت في التشيست. عندنا الجزء ده عباره عن ايه؟ الليفت فنتريكل. ده الايبكس، الايبكس ده مكون من جزء ايه؟ الجزء اللي جنب الشمال ده الايه؟ ده الليفت فنتريكل. والجزء اللي جنب اليمين ده مين؟ الرايت فنتريكل. طيب فوقيهم بقى هيبتدي يظهر لي الاثنين دول، ده الايه؟ برافو عليك، الليفت اتريا. هيبقى اكيد ما بينهم اني بال المايترال بال، وهنا هيبقى مين؟ الرايت اتريا، وما بينهم الترايفاسيت بال. بعد كده هنطلع على البيز بتاع الارض اللي هي الجريت بيزز. عندي ده مين؟ ده الاورطه الاسندنج ثم الارش ثم الديسندنج. جنب الاورطه ده مين؟ البلمونري. تمام، بلمونري ترانك وينقسم الى رايت وليفت بلمونري برانشز. تمام، وجنب البتاع جنبهم ده مين؟ ده الاس بي سي سوبيريور فينا كيفا. تمام، طيب اول ايمج اول صوره هاخدها للهارت من هذا البوزيشن هي ان انا هوجه البيم بتاعتي هتقطع الهارت كده. شايفين انتوا السبيكترم ده؟ ده انا خدت كات سيكشن في الهارت كده. فالكات سيكشن ده هنشوفه بالتفصيل دلوقتي كاناتومي. هيبقى ظاهر فيه ايه؟ هيبقى ظاهر فيه الليفت فنتريكل، الرايت فنتريكل، الليفت اتريا والرايت اتريا، صح؟ يبقى اربعه ويندوز ظاهرين، اربعه شامبرز ظاهرين. عشان كده هذه الصوره بنسميها فور شامبر فيو. ليه فور شامبر فيو؟ لان اربعه ظاهرين.
طيب انا لو ميلت ايدي شويه خليت الالترا ساوند ويفز تطلع لفوق شويه هتبتدي تقطع لي مين اللي هو السبيكترم الاصفر ده، هتبتدي تقطع لي الاورطه صح؟ يعني انا كنت كده قاطع اهوت في الفور تشامبرز بالظبط. طب ميلت ايدي شويه الويفز طلعت لقدام هتقوم جاي قاطع لي مين الاورطه تمام؟ هنشوف الكلام ده بالتفصيل. فيبقى بدأ عند الاربعه موجودين ومعاهم الاورطه ظهر كمان فبقيت ايه؟ فايف تشامبر فبنسميه فايف تشامبر فيو. طيب هعدل ايدي خالص بقى واخلي الكات سكشن كده تمام؟ اللي هي الصوره دي هقطع كده في الفار. انا دلوقتي القطعه دي زي ما انا عاملها كده بالظبط كده انا مش جايب رايت فينتركل خالص بقى لا انا قاطع في مين؟ في الليفت سايد. فهبتدي اقطع قدامي هيبقى الليفت فينتركل وقدامي مين؟ الليفت اتريا وما بينهم الميوتراي. فيبقى في حاجتين بس ظاهرين ليفت فينتركل ليفت اتريا عشان كده ده نسميه ايه؟ ابيكال تو تشامبر فيو. ابيكال تو تشامبر فيو جميل. في بقى اخر حاجه ان انا حمايل انا كنت قاطع كده كات سكشن في الليفت سايد بس حمايل ايدي كمان شويه يبقى هبقى قاطع في الليفت سايد ولما مليت ايدي قمت جاي واخد الاورطه معايا فبقى الليفت فينتركل ليفت اتريا ومعاهم اورطه كمان فيبقى دول 3 تشامبر فنسموهم ابيكال 3 تشامبر فيو. طيب نشوف بقى الكلام ده كده فيو باي فيو ايمج باي ايمج والاناتومي بتاعه. اول حاجه ادي الابيكال فور تشامبر فيو زي ما قلنا ادي البروف بتاع اهوت دي النوبل اللي انا كنت فاكرينها لما قلت لكم اللاند مارك بتاعتنا اللي هي ديت. انا في الابيكال فيوز عشان اجيب الابيكال فور تشامبر النوب ديت هتبقى يمه الليفت شولدر اوكي هتظهر في الصوره في صوره رمز زي مثلا علامه البي ديت او كاتب لك عليها دي الاورينتيشن مارك اوكي ديت كل ما هو يمتها هيبقى يمه النوب في الايمج اللي ظهراني واليمه الثانيه هيبقى اليمه الثانيه. طيب الجروب بتاعي ده بيبقى في اعلى الايمج انا هشاور بالسهم هنا اهو هنا كده ده مكان البروب اوكي ده مكان البروب. البروب هيبتدي يطلع الويفز هتبتدي تقطع الهارت فاول حاجه هتقطعها هو مين ده الليفت فينتريكل وهيبقى اللي قدامه ده مين ده الميترال وبعد كده ليفت اتريوم. طيب الجزء ده مش ده اللي يمه النوب مش النوب ديت شمال انا موجهها شمال والليفت فينتريكل ده ظهر لي على شمال الشاشه ما هو ده بعرف من ان ديت الليفت ان ده الليفت فينتركل عن طريق كده ان ده النوب شمال واليمه اللي هيظهر يمته هيبقى ده حاجه شمال والشمال ده اللي هو الليفت مين؟ ليفت فينتركل اكيد مش الرايت فينتركل تمام؟ كلام هنشوفه براكتيكال هيبقى اسهل من كده ان شاء الله. بعد كده عند الجزء اللي جنبيه بقى الرايت فينتركل ثم ترايكاسبيد ثم الرايت اتريا تمام؟ هو ده الابيكال فور تشامبر فيو. طيب هنبتدي ننزل نعمل انجوليشن ننزل ايدينا لتحت شويه عشان نقطع مين الاورطه اللي قدام ما هي القلبه دي زي ما بقول لحضرتك كده ليه بقى انا البروب ده في اعلى الصوره يعني البروب بتاع اهو ادي هنا البروب عشان كده الجزء الاول ده التشيست وول يعني دي المسلز بتاع التشيست وول وانا البروب اهو بدا اطلع ويفز عشان تقطع الجارد فاول حاجه هتقابله مين الايبكس وبعد كده الليفت فينتركل والرايت فينتركل فيبان بقى ادي الليفت فينتركل الشمال يعني النوب الشمال وادي الرايت فينتركل وبعد كده الفالفز اللي هي الايبي فالفز وبعد كده الليفت اتريوم والرايت اهو انت الويفز طالعه ادي الجروب بتاعك اهو بدا تقطع في مين ليفت فينتركل والرايت فينتركل فيبقوا باينين ثم البيز تمام ده التخيل اللي احنا عايزين نقوله جميل. ادي برضو حاجه كمان ليفنج اناتومي ادي الوضع التشريحي وادي الابيكال فور تشامبر فيو ده فيو مهم قوي. طيب ايه الوولز في الهارت؟ اصل انا عندي ليفت فينتركل ده اورجن له كذا وول له انتيريور وول وله بوستيريور وول وله انفيريور وول وله السبتم وله اللاترال تمام. طب انا في الابيكال فور ده ايه الوولز اللي هتظهر قدامي؟ اكيد اللي ما بين الرايت والليفت فينتركل ده مين؟ ده السبتم والوول اللي هيبقى من بره اللي هو ايه؟ اللاترال وول. ده مهم قوي ان انا ابقى عارف ايه الوولز دي. يبقى انا عندي في الابيكال فور تشامبر هيظهر لي السبتم واللاترال وول. ليه بقى فايده الكلام ده؟ عندنا في العيانين بتوع الاسكيميك هارت ديزيز اللي بيبقى عندهم مشكله في الكورونريز بالايكو بقدر اشخصهم واتوقع الفيزل الاكلودد او افكتد بالايكو ازاي؟ يعني انا مثلا سي ان انا عم بصيت على الايكو لقيت السبتم ده بيكونتراكت كويس بيتحرك كويس بس اللاترال وول الكونتراكتيلتي بتاعته ضعيفه بنسميه هايبوكاينيتك مش بيتحرك حلو ده معناه ايه؟ مش
بالظبط. يبقى اللاترال ويل ده مش واصل له بلاد سبلاي كويس. طب اللاترال ويل ده سبلاي بايه؟ ما هو اكيد كورونري. سبلاي بايه؟ بالال اس اكس اللي هي السيركمفرنس. احنا عندنا الهارت ال ممكن نشرحه ماشي. لو احنا شفنا كده الكورونرز هنلاقي ان انا عندي ده الاورطة. احنا عارفين طبعا ان الكورونرز دي الاولي برانشز بتاع الاسندنج اورطة. يعني الاسندنج اورطة انا اقول لك ايه برانشاته هتبقى الكورونرز تمام. ده هنا ده الاورطيك فالف تمام اللي هو طالع منين؟ طالع من ده الاورت فالف بقى هو. وهنا في حاجه اسمها كورونري كاسبس. فوق الاورت فالف بالظبط بيبقى الكورونري كاسبس اللي هي ايه؟ اللي هي الاوستيا بتاع الكورونريز. في عندنا واحده شمال وفي عندنا واحده يمين ماشي. الواحده الشمال دي بتطلع ايه؟ بتطلع لي الليفت ميل. ده الليفت ميل كورونري ارتري. الليفت ميل ده ينقسم الى تو فيزلز. فيزل كده اسمه LED فيزل كبير قوي اسمه ال LED ليفت انتر ديسندنج ارتري. وليفل كده بيلف على اللاترال وول اسمه الايه؟ اسمه ال LCX اللي هو السيركمفلكس تمام؟ جميل. طيب وعندنا الرايت كوروناري كاسب بيطلع منها مين؟ ال RCA اللي هو الرايت كوروناري ارتري. طيب كل فيزل من الفيزلز ديت بتسبلاي جزء من الوولز بتاع الهارت. ال LCX ده بيغذي مين لمين؟ اللاترال لان هو لافف على اللاترال هو تمام. طيب ال اي دي ده بيغذي ايه؟ بيغذي الانتيريور اللي ماشي عليه ويغذي السبتم صح؟ بيغذي الانتيريور هو والسبتم اللي في النص. طيب ال ار سي ايه ده يغذي مين؟ ال ار سي ايه انتوا عارفين ان هو بيكمل تحت ايه؟ حاجه اسمها بي دي ايه صح؟ بيكمل تحت كده اللي هو البي دي ايه وبيطلع منه حاجه اسمها بي ال. حاجه اسمها بي ال اللي هي بي دي ال هو بيصير بالسندنج ارتري والبي ال اللي هو البوستر لاترال برانش. بالبرانشات ديت وبيطلع منه برانش كمان اسمه ار في برانش. بهذه البرانشز الار في برانش هيغذي مين؟ الرايت فنتريكل صح؟ اسمه ار في برانش يبقى كده هيغذي مين؟ الرايت فنتريكل. طيب البي دي اي بقى والبي ال ده هيغذي مين؟ الانفيريور وول بتاع الهارت. يغذي الانفيريور وول. الانفيريور و البي ال اسمه بوسترولاترال يبقى هيغذي مين؟ البوستيريور تمام. يبقى احنا كده عرفنا ايه هي الكورونريز وكل وول بيغذي تمام. عندي الليفت سايد بيطلع مني برانش رئيسي كده اسمه ليفت مين ارتري. الليفت مين ده ينقسم الى تو فيزلز ال اي دي ماشي على الارت من قدام بيغذي الانتيريور بالسيرتم وال اس اكس بيلف لاترالي فيغذي لي اللاترال وول. وعندي ار سي اي رايت كورونري ارتري. الرايت كورونري ده هو بي دي بي دي اي وبي ال يغذي لي الانفيريور والبوستيريور بتوع الهارت. وبيدي ار في برانش يغذي الايه؟ الرايت فينتري. خلاص كده يا جماعه. طيب ايه هي ايه القسطره اصلا؟ يعني ايه قسطره القلب ديت؟ احنا بنخش كده من تحت انتوا عارفين الاناتومي طبعا. ادي الفيمورال ارتري والفيمورال ده بيكمل ايه؟ اكسترنال الياك. الاكسترنال الياك يتحد مع الانترنال الياك ويكون كومن الياك. والتو كومن الياك يتحدوا يكونوا لي مين؟ الاورطه. والاورطه يطلع ديسندنج ثم ارش ثم اسندنج. انا بخش من القسطره من الفيمورال ارتري من هنا اهوت وامشي بالواير بتاع القسطره. امشي بقى في الفيمورال ثم الاكسترنال ثم الكومن ثم اطلع في الاورطه واكمل في الارش وانزل لحد ما القسطره تنام على الفالفز على الاورتك فالف. بقى نامت على الاورتك فالف يبقى قدامها مين؟ الرايت كوروناري كاسب والليفت كوروناري كاسب. اخلي القسطره تبص اليمالي كده واقوم جاي حاقن الصبغه فتقوم جايه عامله لي فيجواليزيشن للليفت سيستم. اغير بوز القسطره خليها تبص اليمالي واحقن الصبغه باقي لي الرايت ايه؟ الرايت سيستم. دي يعني ايه قسطره؟ يعني ايه قسطره قلب؟ خلاص؟ ده بالنسبه لهذا الجزء. يبقى انا هنا مهم قوي في الايكو ان انا اعرف
الولز اللي هتبان لي في كل صوره، عشان البول اللي هيبقى افكتد هسسبكت ان العنده لما يعمل قسطره هيبقى البيزل الفلاني افكتد. جميل قوي، تمام. يبقى انا عندي اول حاجه الابيكال فور تشامبر فيو بيظهر لي فيه تو وولز. خليكم الحاجات ده في الكويزز اللي جايه هيبقى فيها الافكار دي. فانا عندي في الابيكال فور تشامبر عندي هنا اهوت السبطه وادي اللاترال وول. لو اللاترال وول ده افكتد يبقى العنده لما يعمل قسطره هيطلع عنده مين؟ ال سي اكس بتاعه في ستينوزس مضروب، تمام. السيرفر لو لقيناه مضروب هيبقى مين قال البيزل افكتد؟ ال اي دي ليفت ادورد السندر، تمام. طيب زي ما اتفقنا هنبتدي اميل ايدي شويه، هبتدي اجيب مع الاربعه دول هظهر الاورطه، تمام. طب ده هنسميه فيو اسمه ايه؟ ايبيكال 5 تشامبر فيو. اهو ادي الايبيكال 5 هو زي الايبيكال 4 بالظبط، ليفت فينتريكل الايبكس فوق اهو، ليفت فينتريكل مايترال ثم ليفت اتريوم ورايت فينتريكل ترايكازم ثم رايت اتريوم، بس ظهرت الاورطه. هو الاورطه ده طالع منين؟ من الليفت فينتريكل. فهنا حته بتظهر حلوه قوي، ادي الليفت فينتريكل حاجه بنسميها ال في او تي اللي هو ليفت فينتريكولار اوت فلوت باك اللي هو مخرج الاورطه من الليفت فينتريكل، وبعد كده يكمل اورطه. ده مهم قوي عشان ممكن في عيانين بيبقى الاورطه مش عامل ليفت فينتريكل، ممكن الاورطه ما يطلعش من الليفت فينتريكل. حد قال ده صح؟ اللي هو الشقيه في راس الرشه اللي كانت اكتر معاكم صح؟ فدي ده فيو مهم قوي. ده الايبيكال 5 تشامبر فيو ازاي اجيبه؟ هو ايبيكال 4 بس ميلت، عملت انجوليشن ميلت ايدي تحت سحب، وهنشوف الكلام ده براكتيكالي باذن الله. طيب ادي شكل ده ايمج حقيقيه للايبيكال 5 تشامبر فيو، ادي الفور تشامبرز وادي الاورطه ظهر وادي الجزء ده اللي هو مين؟ اللي هو ال في او دي. ده يعني مثلا ايه؟ تبقى واقف جنبنا واحد بتاع بطنه فنقعد نتكلم كاردولوجيست مع بعض، اقول له شايف ال في او تي في ايه ومش عارف ايه؟ فيفتكر بقى ان ال في او تي دي حاجه كبيره وحاجه ضخمه، بس ده الكلام بسيط يعني مصطلحات كارديولوجي. طيب هنبتدي بعد كده ناخد بقى الايبيكال تشامبر فيو. انا هبتدي اوجه البروب بتاعي هعدله كده، فابتدي اقطع في الهارت كده، تمام، من فوق لتحت، فهيظهر لي بس الليفت فينتريكل والليفت اتريا. طب ايه الولز اللي حبان؟ بتخيل لك انا قطعت الهارت كده، يبقى الول اللي قداماني ده هيبقى اسمه ايه؟ الانتيريور وول، والول اللي تحت ده الانفيريور وول، فيبقى ادي تو ولز اللي حبان، ادي الانتيريور وول وادي الانفيريور وول. يبقى انا البروب بتاعي كان كده، كنت جايب الاربعه قاطع في الاربعه تشامبرز، عدلت ايدي بقيت قاطع في الليفت سايد بس من فوق لتحت، فيبقى الول اللي قداماني ده اللي هو مين؟ الانتيريور وول، والول اللي تحتاني ده مين؟ فيها صعوبه دي؟ مش متخيلينها؟ ايه؟ طب هنرجع للصوره، ما هي الصوره موجوده اهي. بص انا هطلع بس. هو ده الهارت، ده الهارت اهو. ماشي، هو الهارت بس اللي هو له خمسه وولز لان هو حاجه جلوبيولار، تمام. الول الجزء اللي في النص ده مين؟ ده السبطه صح؟ والجزء اللي لبره ده مين؟ ده اللاترا اللي بره. طيب الجزء اللي قداماني ده مين؟ ده الانتيريور، واللي تحت ده مين؟ الانفيريور، والبوستيريور ده بيبقى بيقابله بقى، يعني البوستيريور ده بيلحم الانفيريور بالانتيريور، تمام؟ عشان نبقى متخيلين. طيب انا جيت قطعت كده، قطعت الهارت كده، يعني انا بعيد عن السبتم، السبتم اصلا جنب اليماني، فانا ما جيتش جنب السبتم، انا قاطع فوق لتحت، تمام؟ فاللي فوق ده هو الانتيريور، واللي تحت ده مين؟ ده الانفيريور، فيبان لي الانتيريور هو والانفيريور كده، واضح كده؟ انا السبتم بقى مش يمتي خالص، انا ما جيتش يمتي. الكلام ده لما نشرحه على الجهاز هتبقى اسهل ان شاء الله. يعني عاوز اتخيل شويه. طيب يبقى الفيو ده لو ظهر قدامي ان الانفيريور ده ما بيتحركش حلو، هايبوكاينيتك. يبقى مين الفيزل اللي مقفول؟ البي دي ايه اللي هو الار سي ايه في الاساس. جميل، يبقى انا لو جاني عيان شفته في الاستقبال عنده انفيريور ام اي. يعني ايه انفيريور ام اي؟ اس جي في ايه؟ زي ما بتقول صح متاخره ليه؟ لا يا صاحبي قاعد على الفيستون اللي يبقى انا فيزل مقفول قلنا الار سي اي. انا كنت بقول لكم الانفيريور ده الاس جي بتاعه بيبقى عامل ازاي؟ برافو عليك، بيبقى اليفيشن او كيوهات في 2 و3 واي في اف. يبقى لو جالي عيان انفيريور ام اي الاس جي بتاعه شفت لقيته انفيريور ام اي، يبقى اتوقع العيان ده لما ابص عليه ايكو هلاقي ان الانفيريور ده هايبوكاينيتك مش بيتحرك كويس صح؟
طيب يبقى انا عشان اجيب الانفير وابص عليه يبقى لازم ابص عليه من اني فيو اجيب له اني صوره الابيكال تو تشامبر فيو صح كده تمام معلش الدنيا بتبقى ايه رخمه شويه في التخيل ده لا ما هي طبعا هي محتاجه خبره وانا اتعمدت ان انا اجيب الجهاز عشان تشوفوها بعينيكم دي هتبقى اسهل كتير قوي تمام هنتخيل الدنيا باذن الله ونشوف كل الفيوهات باذن الله طيب ادي بقى ايه ده ليفنج اناتومي للابيكال 2 زي ما اتفقنا قطعنا الحوار اهوت ادي الليفت فينتريك الليفت اتريا ادي الانفيريور وول الانتيريور وول زي ما احنا شايفين طيب بعد كده اهوت حميل ايدي كمان شويه اميل ايدي شويه اعكسها بقى بعد ما كنت باصص النوب اللاند مارك بتاعت الشمال هتخليها نبص يمين فهتظهر لي نفس الحاجات اللي ظاهره اللي هو الليفت فينتري كده والليفت اتريا بس هتظهر الاورطه كمان جنب الليفت اتريا فهنسميه ابيكال 3 شامل فيو ده اصعب فيو في التخيل ماشي لو انتوا شايفينه كده هتلاقينا ان احنا عكسنا الابيكال 4 فاكرين ابيكال 4 البروك كان باصص شمال فكان الليفت فينتريكل شمال والرايت فينتريكل يمين انا عكسته فعشان كده حته من الرايت فينتريكل بتبان فهتبقى هي اللي شمال لان النوب باصه يمين فالليفت فينتريكل هيبقى يمين والرايت فينتريكل هيبقى يمين الثاني والليفت فينتريكل ليفت اتريوم والاورطه في النص فده بنسميه ابيكال 3 شامبر فيو هنتخيله اكتر برده مع الايه مع الهاندس اون سيشن باذن الله طيب ايه هنا الفيو ده بقى بيبين ان وول الوول اللي بقى لنا اللي هو البوستيريور وول هو ده البوستيريور وول تمام هو الوول اللي يعني اللاضم بقى بالليفت اتريوم كده اللي هو البوستيريور هتلاقي ليفت اتريوم وقدامهم اول فده بقطع الحته دي بالفيو ده فيبان هنا ده البوستيريور اللي هو الوول اللي ظاهر عندنا ده البوستيريور وول طيب يبقى ادي شكله في الايكو ادي اهو شايفين هنشاور بقى وتقولوا لي ده ايه ده ايه مخرج الاورطه من الليفت فينتريكل طيب خلصنا كده الابيكال الابيكال ويندو يبقى من منطقه الابيكس ديت هبتدي اصور الهارت ابيكال 4 ابيكال 5 ابيكال 2 ابيكال 3 تمام اربع صور هاخدها للهارت من هذا البوزيشن اللي هو الابيكال بوزيشن نكمل بعد كده تاني بوزيشن قلنا عليه مهم قوي اللي هو الباراسترنال ايه بوزيشن هبتدي احط البروب بتاعي في الليفت باراسترنال او الليفت سيكند سبيس باراسترنال لاين برضه نفس القصه في الباراسترنال بوزيشن هبتدي اخد كذا صوره للهارت وكل صوره هتبين لي جزء مختلف عن الصوره الثانيه نشوف هذه الصور اول صوره للهارت هي الصوره دي لازم نتخيل مع بعض تمام انا بدات حطيت بقى البروب خلي بالكم ان في الابيكال فيو انا كنت بقطع في الهارت كده انا عمال اقطع الهارت كده في الباراسترنال لا انا هبتدي اقطع في الهارت من فوق بقى فممكن اقطعه كده او اقطعه كده سلايسز ده اللي هنشوفه بقى يبقى هنا حصل اختلاف في القطع بعد ما كنت بقطع كده لا انا هبتدي اقطع كده طيب اول حاجه عندنا اللي هو حاجه بنسميها لونج باراسترنال فيو بي لاكس اللي هو
اللونج اكسس باراسيمنال فيو. ده عباره عن ايه؟ انا قطعت في الهارت اهو بهذا البوزيشن. هنبتدي نمسكها ونتخيل مع بعض كده. ماشي، اول حاجه ايه الموست انتيريور شامبل اوف ذا هارت؟ معلومه كلنا عارفينها، الرايت فنتر بالظبط. عشان كده مع الشيست تروما اول حاجه هتتأفكت الرايت فنتر. فالبيم بتاعتك اول ما هتقطع هتقطع في مين؟ الرايت فنتر كده. طيب بعد ما تقطع في الرايت فنتر هتخش على مين؟ على السبتا. وبعد كده هتقطع في مين؟ الليفت فنتر. هو ده اللي هيبان قدام. يبقى اول حاجه طبعا هيبقى هنا في شويه شيست وول، بعد كده هيقوم بقى يقطع لي في الرايت فنتر كده، فالسبتا فالايه؟ الليفت فنتر كده. ده على مستوى الجزء اللي تحت، اطلع على الجزء اللي فوق. هلاقي هتقطع في مين؟ في بالظبط، برافو عليك، في الاسندنج اول، ووراه مين؟ الليفت اتريوم. اه فيبان لي كده ادي الاورطه وادي الليفت اتريوم. ومنطقي طبعا الليفت فنتركل هيبقى متصل بالليفت اتريوم بالميترال، وهيبقى الليفت فنتركل متصل بالاورطه بالايه؟ اورطك ده وبالال فيو. يبقى هذا الفيو اللي هو بنسميه لونج اكسس باراسترنال فيو، ده فيو مهم قوي عشان هبتدي اشوف الاورطه ده الدايمتر بتاعه قطره قد ايه، زي ما نعرف الموديلات الزمان اشوف الليفت اتريوم ده شكله عامل ازاي، هل هو كبير ولا صغير ولا ولا ولا، هبتدي اشوف الليفت فنتركل والرايت فنتركل. تمام، ده بنسميه انهي صوره؟ اسمها لونج باراسترنال فيو، لونج اكسس باراسترنال فيو. انا عندي الباراسترنال ويندو هذا البوزيشن في الليفت سكند انترفوسال سبيس باراسترنال لاين، اول صوره هاخدها للهارت فيه هي صوره اللونج اكسس باراسترنال فيو اللي هو الهارت كده انا قطعت فيه كده، كنت جاي قطع كده بالظبط. هناك في الابيكا كنت بقطع كده، هنا هقطع هاخد كات سكشن كده. طيب بعد كده في حاجه اسمها لونج شورت اكسس باراسترنال فيو. يبقى الباراسترنال في لونج اكسس وفي شورت اكسس. شورت اكسس دي سهله خالص بقى، لان كاننا بالظبط جبنا من عند الجزار كده هارت وبدات اخد فيه كات سكشنز بقى، اقطعه شرايح شرايح شرايح. هنشوفها بقى هذه الشورت اكسس باراسترنال فيو. دي اول حاجه صوره هي ليفنج اناتومي للونج اكسس. برضو ايه كنوع من التثبيت هنشاور وهقوله ايه ده؟ ده ايه؟ رايت فنتر. اللي اول حاجه هتقابل الفرو، بعد كده ده مين؟ برافو عليك، ده فنتر. ده هيبقى مين؟ ده البوستيرو وول، ما قلناش عليه، ده البوستيرو. بعد كده هو ده ليفت اتريوم، ما بينهم ميترال فالف. ده هيبقى الاورطه، وده هيبقى مين؟ الاورطك فالف، صح كده؟ تمام، ده اللونج اكسس باراسترنال فيو. طيب نخش بقى على الشورت اكسس زي ما قلت لكم بالظبط. الشورت اكسس ده هناخد كات سيكشنز بقى، اقطع الهارت سلايسز كده. فدي سهله خالص، اول لو ليفلز يعني الشورت اكسس ده ليفلز بقى. اول حاجه هقطع في الهارت على مستوى الايبكس بس، فبنسميه كده شورت اكسس على مستوى الايبكس اوف ذا هارت. خدت لي كده ايه؟ ضربنا سكينه كده على الايبكس، هيبان لي حته مدوره كده اللي هي شكل الايبكس. اطلع شويه بعد الايبكس هلاقي هنا مستوى البابيلرز، عارفين البابيلر ماسلز؟ هلاقي هنا على مستوى البابيلرز. بعد كده اطلع كمان شويه هنلاقي هنا الليفل بتاع الايه؟ الميترال فالف، فبيبقى على مستوى كده الميترال فالف. اطلع كمان شويه هلاقيني على مستوى الايه؟ حاجه بنسميها بيز اوف ذا هارت، اللي هو هنا بقى هيبان لي الاورطه وجنبه البرمونري ماشي والتو اتريا موجودين. ده من البيانات المهمه قوي، ده كات سكشن على مستوى بيز اوف هارت. يبقى الشورت اكسس بقطع سلايسز في الهارت، اول سلايس مستوى الايبكس مستوى البابيلاري ماسل، اخد كاتسكشن على مستوى مايترال، بعد كده على مستوى البيز اللي هو الجريد بيزلز و التو اتري. اوكي نشوف صورهم كده هتبقى عامله ازاي. ادي مثلا كاتسكشن على مستوى مين؟ ده فوق اهو، هنا الايبكس، هنا البابيلاري، ده على مستوى المايترال. هيظهر شكله عامل ازاي؟ زي ما احنا شايفين كده دايره، ما انا خدت كاتسكشن زي ما اكون جايب قالب لانشون مثلا بقطعه كده. فهنلاقوا ادي الليفت فنتريك اللي هو دايره ديت، وفي النص كده في الميترال فالف ظاهر كده بالانتيريور ريفلكس والبوستيريور ريفلكس بتوعه. طيب ناخد كده نشوف بقيه الكاتس. ده مثلا على مستوى مين؟ البابيلا، شايفين البابيلا اللي ظهرت عامله ازاي؟ ايوه تو نوبس دول، ولا الدايره بس ظهرت البابيلا ازاي؟ مهم قوي البابيلا ازاي؟ هنعرفها في الامرجنسي كيسز ان شاء الله. طبعا عندي تو بابيلاريز، انترو لاترال وبوستروميديال، وكل بابيلاري بينزلها بيز معين مش مشكله، المهم التو بابيلاريز هيظهروا قدام. طيب ناخد اهو
ادي التوبة بيدلز وشكلها بيبقى ظاهر ازاي في الاف. ادي واحدة وادي واحدة زي الصورة اللي مهمة. طيب الصورة بقى الصعبة المهمة قوي الممتعة جدا اللي هي بتاعت البيز بقى. تمام؟ او زي ما قلنا احنا قطعنا على مستوى البيز. فانا عندي جريد فيزلز وعندي تو ات. هنشوف بقى الصورة دي. اول حاجة بتظهر في النص نص الصورة ده الاورطة. انا قطع الاورطة على مستوى الفالف الاورطيك فالف. الاورطيك فالف بكام ليفلت؟ ثلاثة ليفلتس. تمام؟ ثلاثة ليفلتس بيبان قدامنا. يبقى ده الفيو الوحيد اللي انا اقدر اشوف في الاورطه ده هل هو 3 ليفلتس ولا 2 ليفلتس. عارفين ان في انومال اسمها ايه؟ بايباس بالاورتيك فالف. صح؟ دي بتبقى عند مين؟ العيانين المارفانويد. عارفين العيان المارفان طويل الرفيع الهاي ارش البلد اللي عنده اورتيك انيوريزم. صح؟ ويبقى فيه بايباس بالاورتيك فالف. بايباس بالاورتيك فالف ده اهم سبب للاورتيك فالف ليجنز في الديفلوبد كانتريز. عكسنا احنا عندنا مين؟ الروماتيك. صح؟ احنا عندنا عشان الستريت كوبار الروماتيك. اما هم عندهم الكونجنتال بايكاسب الاورطه. فالفيو الوحيد اللي اقدر اشوف هذا الاورطه هذا الاورطه 3 ليفلتس ولا لا هو هذا الفيو. ليه بقى؟ بيعمل لي ساين مهمه قوي اسمها مرصيد الساين. شايفين شكل اللي هو الفيوجن لاينز ما بين الليفلتس بتعمل لي مرصيد الساين علامه المرصيد الساين. لو المرسيدس دي مش موجوده يبقى ده ايه؟ يبقى ده بايكاسبت مش ترايكاسبت. ماشي؟ الكلام ده مهم قوي. يبقى اول حاجه هشوفها في الصوره ديت الاورطه جنب الاورطه مين؟ بالمونري على طول. صح؟ هلاقي البالمونري ترانك وبينقسم الى رايت بالمونري ومش بالمونري. الحته دي مهمه قوي 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 قوي. ليه؟ العنيز اللي بيجوا بالمونري امبوليزم. اكيد في الاستقبال شفت حالات بالمونري امبوليزم. البالمونري امبوليزم دي ساعات يبقى ماسف لدرجه ان مثلا في ثرومبس في الليفت مين بالمونري ارتري ثرومبس هنا. فالعيان ده ابص عليه بالايكو اشوف الثرومبس بعيني بدل بقى ما يروح يعمل سي تي انجيوجرافي يحقن صبغه ونصور البيزز. لا ده انا بالايكو شفت الثرومبس قدام عيني كده بتلعب في الاجزاء دي. تمام؟ فالحته دي في منتهى الاهميه في عيانين البالمونري امبوليزم ان انا اشوف البالمونري ترانك او البالمونري ارتري والمين برانشز بتاعت الرايت والليفت. دي ده مهم قوي. كمان في حاجه ثانيه مهمه لو في عارفين البي دي اي بيتا ندرس ادوزه والكونكشن ما بين البالمونري والاورطه هشوفها برضه في الفيو ده مهمه جدا. طيب البالمونري ده بدايته بتبقى اني فالف؟ البالمونري فالف. احنا عندنا اربع فالفز قلنا شفنا ثلاثه فاضل ده. يبقى انا عشان اعمل اسسمنت للبالمونري فالف لازم اجيب هذا الفيو. صح؟ كان في بيشنت لسه شايفه قريب خالص في البرايفت واد 29 سنه كده سواق بقى له 3 شهور عنده فيفر وشيست انفكشن ما بتتحسنش لاي علاجات خالص وكان يعني اي في ادكت كان بيكسر برشام ويحقنه لنفسه بميه الحنفيه حاجه قذره كده يعني. المهم ايه الولد ده اكيد شاكين في ايه؟ انفكتيف اندوكاردايتس على طول ده اللي هيجي في دماغك. طيب بصينا على ايه؟ لا الامايترال كويس الاورطه كويس التراكاسب كويس. جبت الفيو ده لقيت عليه هيوج ماس على البالمونري ودي لما بحس عليها لقيت دي من الريرست كيسز يعني الحالات النادره جدا ان يجي عامل انفكتد بالمونري بس يعني عدت بقى الترايكاسبيد وعدت ده وده 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 جت ايزوليتد بالمونري بس انفكتد اندوكاردايت تلاقي ثرومبا اللي كانت الفيجيتيشن كده اتشت في الفيو ده. لو انا ما جبتش الفيو ده وكسلت كانت الحاله هتبقى ميز دي مشكله. يبقى انا لازم في اي حاله اجيب هذا الفيو عشان اسس البالمونري فالف. ممكن عيانين كتير قوي في الاطفال الصغيره دكتور الاطفال يسمع عليه مرمر ويبعته لك تعمله. المرمر السيستوليك مرمر فدايما تشك ايه مثلا ده ايه في اس دي فنتريكولار سيبتال ديفكت. تبص ما فيش حاجه. لا بص في نسبه كبيره بيبقى عندهم بالمونري ستينوزس. صح؟ في حالات كتير حتى في زميله لينا بنتها عندها كده جابت لنا برضه لقينا عندها بالمونري ستينوزس. تمام؟ فدي مش تمس منك لو ما جبتش الفيديو ده هتمس تروح تعمل ايكو كذا مره ويقولوا لها نورمال ستادي. طب دكتور الاطفال امال المرمر ده جاي منين؟ فنرجع تاني نبص هنلاقي ممكن يبقى في بالمونري سينوس. طيب جميل. هو البالمونري ده طالع من مين؟ من الرايت فنتركل. فاكيد ده هيبقى مين؟ الرايت فنتركل. والرايت فنتركل ده بيفتح في الترايكاسبيد عشان ينفع على مين؟ على الرايت اتريوم. برافو عليك. والرايت اتريوم اكيد فيه سبتم اسمه انتر اتريال سبتم يفصله عن مين؟ الليفت اتريوم. برافو عليك. سواء الفيو ده فيو رائع. ممكن هنا لو في اي اس دي اتريا سيبتال ديفكت اشوفها في الفيو ده حلو جدا. هلاقي في ديفكت ما بين التو اتريا دول.
فالفيو ده من اصعب الفيوهات في مجالها، بس بيديني بلينت اوف نوليدج رائعه ومهمه جدا لازم اعرف اجيبه. بدايه تخيله عشان امسك هذا الفيو واتخيله حلو قوي ان انا عندي في نص مين الاورتا، وابتدا اتحرك حوالين الاورتا. الاورتا اكيد هيبقى جنبه بالمونري، والبالمونري بيبدا بالمونري فالف، والبالمونري ده فاتح طالع من مين؟ الرايت فينتركل. الرايت فينتركل ده بيدي ترانسبل يفتح في مين؟ الرايت اترم. الرايت اترم اكيد في سيبتم انتر اترم سيبتم فاصله عن مين؟ عن الليفت اترم. لو مشينا بهذا التسلسل هبتدي اجمع هذا الفيو ماشي، وعرفنا اهميه كل جزء من هذه الاجزاء. نشوف له صوره حلوه كده اهو، دي صوره هي موضحه. دي شايف المصيد الصايم صايم يا ساره؟ المرسيدس الصايم دي، المرسيدس الصايم اللي هي بتاعت مين؟ تراي ليفلت او ورتك فالف، صح؟ شايفينها ولا مش واضحه؟ واضحه خالص ماشي تمام. هيبقى اللي جنبه برضو نعمل الحركه عشان نثبت، يبقى ده مين؟ اورتك فالف. ده مين؟ البالمونري. ده الرايت بالمونري، وهنا مش واضحه قوي بس ليفت بالمونري، مش مصوره حلوه هنا، هو مركز على اورتا شويه. تمام، بعد كده انا شايفين الحته البيضة دي؟ ده ايه؟ ده البالمونري فالف. ده مين؟ برافو عليكم. شايفين اللاين الابيض ده؟ ترايكاز. ده مين؟ والابيض ده ايه؟ برافو عليكم. ده برافو عليكم. دي صوره مجمعه بقى للايه؟ للباراسينر شولت اكسس على كل الليفلز. الليفل اللي تحت خالص دوت الايبكس، ده اللي احنا ما شفناهوش اللي هو الايبكس، جاست هتبقى الدايره بس. حطينا ضفنا عليها كورتعتين كده دول بتوع ايه؟ البابيلاريز. بعد كده طلعنا على التو ليفلز بتوع الماده اللي بنسميه فيش ماوس، بق السمكه. تمام؟ ده اللي هو الوايتر، وبعد كده اللي هو الجريت فيزل اللي احنا شرحناه. خلاص كده؟ ده بالنسبه لي شورت اكسس. يبقى انا على الليفل بتاع الباراسترنال هاخد كام صوره للهارت؟ أربعة. أول صورة لونج أكسس، وبعد كده شور صور شورت أكسس، إيبكس، بابيلاري، ميترال، بيز. برافو، ممتازين، جميل أوي. طيب نخش بعد كده على ال يبقى إحنا كده خدنا مين؟ خدنا الإيبيكال بوزيشن، وخدنا للهارت صورناه شوية صور، رحنا على الباراسترنال وخدنا شوية صور للهارت. هبتدي اخش بقى على الفيو الحلو المساعد اللي هو الايه؟ السبكوستال، ده اللي يبعدني بقى عن الريبس واللنج والكلام اللي بيزهق ده. اهو سبكوستال ويندو، نو لنج نو ريبس نو سترنم. دي حاجه حلوه مفيده قوي في مين؟ والفيميل اوبيز ايجيبشن. هو الجزء اللي فاتك ده هنعيده براكتيكالي بقى، تمام؟ ان شاء الله تكاتش اب ات يعني. جميل. السبكوستال فيو يعني مش هيختلف خالص 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 عن الفيوهات اللي فاتت، هو نفس الايبيكال ونفس الباراسترنال بس من وضعيه مختلفه. يعني هلاقي السبكوستال اجيب منه الايبيكال فور، هشوف منه الايبيكال فور عادي خالص زي الايبيكال فور، هشوف منه الفور تشامبر فيو زي الايبكس بالظبط، واجيب منه الباراستر واجيب منه الشورت اللونج باراستر واجيب منه الشورت اكس. فهي نفس الفيوهات بالظبط السبكوستال اللي انا بشوفها من الايبكس ومن الباراسترنال بس من منظور تاني بعيدا عن الحاجات اللي مش كويسه. وفي فيو واحد مميز للسبكوستال، والفيو ده في منتهى الاهميه. فيو واحد بس هو اللي مميز وخاص بالسبكوستال، هنقوله كده. ادي مثلا اهو اشوف ابص على الهارت من السبكوستال واجيب له الفوريت شامبر فيو سهله، وابص على الهارت من السبكوستال واجيب له اللونج اكسس والشورت اكسس فيو زي الباراسترنال سهله. الفيو المميز ايه بقى؟ هو هذا الفيو. ايه الفيو ده؟ هنبص على حته من الهارت احنا ما شفناهاش قبل كده. هذه الحته عارفين ده مين؟ السي سي سوبر فينكل. وده مين اللي تحت؟ الفينكل. والاثنين دول فاتحين في مين؟ في الرايت اتريوم. فبجيب هذا الفيو بنسميه باي كيبل فيو. باي كيبل فيو يعني ايه؟ باي كيبل يعني ظاهر الانفير هنا كده وظاهر السوبر هنا كده وظاهر الرايت اتريوم اللي بيفتحوا فيه. طب ده بيفيدني بايه او يمدني بايه كفالبولوجيست في البراكتس؟ الانفير هنا كده ديامتر ده بنعتمد عليه في اسسمنت اوف هايدريشن ستاتس اوف ذا بيشنت. يعني يجي دكتور الاي سي العنايه المركزه يقول لك يا دكتور العيان ده مش عارف اديله فلويدز ديهايدريتد، يعني عين شبني مثلا ضغط واقع مش عارف هل دي هايبوفوليميك شوك، العيان ده ديهايدريتد ياخد فلويدز، ولا العيان ده هارت فيلير
الاي بي سي وفي فوليوم شديد فياخد راي كده اشوف لي الهايدريشن ستاتس بتاع العيان ده او بقى جايب له الباي كيفال فيو ده واشوف الاي بي سي الانفيرفينا كيفال اللي عنده لو دي هايدريتد هيبقى الاي بي سي ده ايه كولابس صح هيبقى كولابس لو في فوليوم في انترا فاسكولار فوليوم هيبقى الاي بي سي ده ايه دايليتد لو عنده هارت فيلير هيبقى مفيش سيركيليشن سلاجش وفي الفينوس ريتيرن مش كويس فيبتدي الاي بي سي يبقى دايليتد النورمال بتاعه 2.1 سم اقل من كده يبقى في ديهايدريشن اعلى من كده يبقى في دايليتيشن او هايبرفوليميا فدي دي حاجه ميزه حلوه قوي ان انا اشوف الاي بي سي دايليتر واقدر احكم منها على الهايدريشن ستاتس بتاع البيشنت وخصوصا في الاي سي يو يعني دايما بتوع الاي سي يو بتوع الجراحه يعملوا لنا كونسلتيشن في الموضوع ده عيان مثلا مش عارف يركب له سي في بي سنترال لاين اللي بقيس منه الانترا فاسكولار فوليا يقول لي طب شوف لي كده الاي بي سي ده العيان ده محتاج فلويدز ولا لا تمام دي حاجه مهمه كمان في حاجه مهمه ساعات بنشوفها برده في هذا الفيو العيانين عارفين انتوا البرمونري امبوليزم ده بيبقى السورس بتاعها ميل ايه لور ليم دي في تي ودي في تي هتطلع للهارت عن طريق ايه الانفيرو فينا كيف صح مش الفينوس بتاع الهارت يطلع اي بي سي وبعد كده الاي بي سي يخش رايت اتريا من رايت اتريا يخش رايت فينتريك من رايت فينتريك يطلع في البرمونري ويسدها مش ده الباسوي بتاع السروم صح انا ممكن في عيانين ان انا ابص على اجيب البايكيفال فيو اشوف السروم بس موجوده في الاي بي سي وبرولابس في الرايت اتريا يبقى منظر حلو لما نشوف بنبقى فرحانين شوف كده الاي بي سي وفي ثرومبس كده جوه عماله تلعب كده وايه ولو اتحركت بقى تموت العيان على طول دي بتبقى المصار الكويسه ده المميز في هذا السب كوستال يعني انا اشوف منه الحاجات الثانيه لو انا مش شايفها حلو بسبب الاناتوميكال باريرز اللي موجوده او ان انا بقى سبيسيفيكالي اجيب فيه البايكيفال فيو واشوف الحاجات اللي احنا قلنا عليها نشوف كده صورة حية للبايكيفل ده السبكوستال على مستوى الابيكال الفوريد شامبر على مستوى السبكوستال هو السبكوستال ده فيه لاند مارك مهم قوي ان انا عندي الهبي بين الهارت وجنبه الليفر يعني تشوف الليفر كده وجنبه بقى الهارت لازق فيه طبعا اللي جنب الليفر هو مين الرايت فينتريكل و الانتر فينتريكولار سيركم و الليفت فينتريكل والرايت اتريوم ايه ليفت اتريوم الصوره دي حلوه قوي بشوف منها يعني حاجه اللي كنتوا ان انا ساعات ابقى شايف ايه في كده حته ترانس مخصوصا في العين اللانج بتاعته انفليتد شايف حته ترانس بارنت جنب الهارت فبقول دي هل دي بريكاردا افيوجن عارفين بريكاردا افيوجن هو فلويد في البريكارديوم هل ده بريكاردا افيوجن ولا ده لانج ولا ده بلورال افيوجن او متلخبط كده فهو جايب هذا الفيو ده حلو قوي لان هنا البريكارديوم جنبه ليفر ففي فرق جامد قوي في الكونسيستنسي ليفر ده تيشو سوليد ماشي وجنب الهارت فلا مش لو لقيت بقى في ترانسلوسنس يبقى ده فعلا بريكاردا افيوجن ده افيوجن فعلا ما لقيتش يبقى ما فيش والحاجات دي كانت حاجه لونج مش هارت تمام يبقى ده لما يبقى متلخبط الترانسلوسنسي حاجه السوداء قوي اللي جنب الهارت ده بريكاردا افيوجن ولا بلورال افيوجن ولا لونج مليانه هواء عشان افرق في الكلام ده او جاي جايب الفيو ده وابص على المسافه اللي ما بين الليفر والهارت المسافه دي فيها حاجه يبقى في بريكارد فيوجن اكشوالي مفيش فيها حاجه يبقى دي حاجه ثانيه خلاص دي اهميه هذا الفيو الفيوجن بقى بيبقى ان هو ده بالظبط ما هو مصري بيتخزن على الرايت فينتر هو المص ديبندنت بوزيشن هنشوف طبعا ده في الامرجنس كيسز في حاله كامله على البريكارد فيوجن ادي الصوره هي شايفين اللي فوق ده مين ده الليفر صح وجنبه بقى الهارت رايت فينتريكل ليفت فينتريكل ليفت رايت اتريوم ليفت اتريوم زي ما احنا عارفين الايه النوت اهي شايفها شايفه العلامه اللي فوق جنب الصوره دي اللاند مارك دي معناها ان النوت دي بص على يمه شمال بالظبط تمام طبعا هنشوف برده الكلام ده براكتيكال ان شاء الله ادي الاي اللي هو البايكيفال فيو ادي شكل البايكيفال فيو اناتوميكالي زي ما قلنا ادي الانفيريور كنافيفا اللي هو جنب الليفر انتوا عارفين الانفيريور كنافيفا بيفتح بيبقى معاه جنب الليفر وهنا هيباتيك فينز تيجي تفتح فيه كده لما يخش في الليفر عارفين ده ايه؟ حد عارف ان الاي بي سي ده له بلد صح؟ الانفيريور كنافيفا له بلد كده اسمه استيكيان بلد مش لو انتوا مذاكرين امبريولوجي ولا حاجه هتبقوا فاكرين استيكيان بلد مش تمام يبقى ادي عندي الانفيريور كنافيفا وادي السوبير فينا كيفا ولا رايت اتريوم طبعا هتقول لي هما معكوسين المفروض السوبير فوق والانفير تحت هي الصوره ديت
احنا الكات سكشن زي ما احنا واخدينه، بس احنا ممكن بنعمل لها حاجه اسمها انفيرت، تقلب الصوره، خلي السوبر فوق والانفير تحت، معنى ما تشغلش بالك اللي جنب الليفر هو مين؟ هو الانفير فينا كيفا، تمام؟ اللي جنب الليفر ده الانفير فينا كيفا، يبقى ادي الانفيريوم وادي السوبيريوم وادي مين؟ الرايت اتريوم. اشوف بقى الانفير فينا كيفا ده، اقيسه اشوفه كام سنتي، ده بيشنت هايدريتد ولا لا، اشوف الثرومبس بتلعب وعاوز يخش في الرايت اتريوم ولا لا، خلاص؟ نشوف له صوره حيه كده. في حاجه؟ اتنين واحد من عشرة، اتنين واحد من عشرة سنة، تمام؟ جميل، ادي صورة حية اهوت، ادي الليفر اهو، يبقى ده مين؟ الاي بي سي، ده اكيد فاتح فين؟ الرايت اتريوم، وده يعني مش واضح قوي بس ده الاس بي سي، ماشي؟ جميل. ادي الشورت اكسس نفس القصه، هنشوف الشورت اكسس بالظبط زي ما شفناه في البارستر. طيب ناخد بقى ايه السوبرا سترنال ويندو، هبتدي ابص على الهارت من السوبرا سترنال نوتش، يعني احنا قلنا الحته دي هنشوف فيها ملي ايه بالظبط، اخر حته في الاسندنج بالارش بدايات الديسندنج. طب ايه ممكن انوماليس تبقى موجوده في الحته دي تفيدني كايكو؟ في عارفين ال برافو عليك، السكننج بتاع ايه؟ تمام، لو في اورتيك انيوريزما هلاقي الدنيا دايليتد، ده كويس، ممكن اشوف فيه لو في مثلا ديسكشن. الايه؟ بس مش هيعمل في الايكو بقى. كو اركتيشن، برافو عليك، في كونجنيت اللي هو كو اركتيشن، اللي هو الاورتا في حته كده سكننج تيشو مضيقه، ده هشوفه، هو يعني الموست كومن بوزيشن ليه اللي هو فين؟ في الديسندنج اورتا بعد الفرنش الاخير اللي هو الليفت سب كليبيان ده، فالجزء الحته دي ما اقدرش اشوفها الا بالسب كوست زي ما هنشوف دلوقتي. فلو انا شاكك ان عندي كو اركتيشن، ايه اللي هيشككني؟ ضغطه فوق عالي عن تحت، صح؟ وبيجي له صداع وهايبر تنشن، هو سنه صغير خالص 7 8 سنين، قيسوا الضغط في ايديه ورجليه هلاقي فيه فرق اكتر من كام؟ من 20. فابتدي اشك، اجيب له بقى السب كوستال واشوف السوبر ستيرنال واشوف الحته دي. لو في ديسكشن، ساعات كتيره بقى ديسكشن طبعا تشخيصه مني بايه؟ اللي هو اورتيك ديسكشن، الوول بتاع الاورتا انشرم وبقى في فلابه عماله تلعب جوه في قلب الاورتا وعامله له فولس اليوم وطول اليوم. هنشوف الفلابه ديت بقى في الايكو، ممكن يبقى الديسكشن ده في فين؟ في الارش، يعني ممكن يبقى في الاسندنج، هشوف فيو لو هو الفلابه دي في الاسندنج. الفيوهات بقى اللي بيبان الاورطه، ايه الفيوهات اللي بيبان الاورطه؟ برافو عليك، شورت اكسس البارستر ده بيبان الاورطه، وفي الابيكال ايه اللي بيبان الاورطه؟ الفايف بالظبط، الفايف اللي فتحنا فيه الاورطه، فممكن اشوف الاورطه في الفايف، اشوف الاورطه في البارستر لونج اكسس، الحتت دي بشوف فيها الاسندنج، انا جزء من الاسندنج ده بدايه خروج الاسندنج من الليفت فنتركل، يعني الجزء الاولاني من الاسندنج. طب الجزء الديستال بقى والارش ببدايات الديسندنج، الحته دي ما اقدرش اشوفها الا في السوبرا سترنال ويندو ده، لو الديسكشن بس ايزوليتد في الارش ولا حاجه. طب نشوف الصوره عشان ايه نتخيل اكتر، اهو هنا بقى في السوبرا سترنال انا حاطط البروب كده، فالويفز نازله قطعه كده، فهتلاقيها قطعه في مين؟ قطعه لي في جزء من الاسندنج وفي الارش الثلاث برانشات بتوعه، وفي الديسندنج وجنبه مين؟ البالمونر. نشوف الصوره هتظهر شكلها عامل ازاي؟ اهي صوره رائعه لما نشوفها نبقى مستمتعين قوي. عباره عن ايه؟ ادي اهو ادي الاسندنج، تمام؟ هنا ده دي رقبه العيان وده التيشوز اللي فوق الموضوع، ادي الاسندنج وادي الارش وادي البرانشات اللي طالعه من الارش، شايفين؟ هتشوف الثري برانشز بتوع الارش اللي هو الليفت سبكليبيا هتلاقيه عامل كده اهو، ده الليفت سبكليبيا وده الليفت كومو كاروتد، وهتشوف الانومينيت، هتشوف الثلاث برانشات بتوع القرش ظاهرين قدامك، وان شاء الله ربنا يكرم ونبص نشوفهم عملي. بعد كده القرش هيبان لي مين؟ الديسندنج اهو نازل اهو، ومين اللي تحت القرش ده مين؟ ده الرايت بالمونر، صح؟ احنا عارفين اللفه كده، والرايت بالمونر اللي نازل تحتهم والليفت اليماني، فهشوف الرايت بالمونر اهو. برضه لو انتوا فاكرين البي دي اي بيتا اندكس ارتريوزس هيبقى كونكشن موجود،
هشوف لو في كوارتيشن. ايمن كوارتيشن فين؟ في الجزء ده اللي هو بعد الليفت سبتريبيان على طول. الاقي الحته دي ضيقه، في تيشوز هنا ضيقه الديسيندنج اول، بعد السبتريبيان على الليفت سبتريبيان على طول. تمام؟ فدي البيوات اللي اقدر اشوف فيها، دي الحاجات اللي اقدر اشوفها فيها سلبي. يبقى البيول الرائع ده بشوف فيه اخر الاسندنج بالارش بالثلاث برانشات بتوعه، واشوف الديسندنج وما بينهم الرايت بالمونري، اقدر اشخص ان هنا بي دي اي، اقدر اشخص كوارتيشن. تمام؟ اقدر اشوف لو في السكشن بلاك، اقدر اشوف السكشن بلاك. تمام؟ ده بيو مهم. جميل. طيب هنبتدي بقى نخش على الاسئله تاني. يلا نعمل ريفرشمنت. الكلام هنلاقيه كله اللي احنا قلناه في اثناء الكلام. يلا عندنا اول سؤال رقم 2، اقراه لكم ولا تقراه؟ سؤال صعب عشان كنت مستسلمين الاول. ماشي، هو ده معتمد على حاجه مهمه قوي. لا الايه، الوايت فيكس ده حاجه لاند مارك في الاكزامينشن. وايت فيكس سبليتنج بتاع اس دي بتاعت ايه؟ بتاعت اي اس دي. تمام، شوفوا بقى الاي اس دي نشوفها في اني فيو. اختاروا بقى. بص هو الخمس اسئله الجايين دولت هيبقى فيها حاجه عاوز اشوفها، فانا بقول لكم اني فيو من الفيوهات ديت يبين الحاجه دي حلوه قوي. اديله الخمس اسئله. طب برافو عليك، ماشي اختاروا بقى. سليم جميل. طيب ماشي، هنكتب بس رقم السؤال وجنبه التشويس بتاعه عشان عاوزين كل في الاخر كل واحد هيدي لنفسه تقييم. طيب نشوف السؤال اللي بعده. خش على اللي بعده. اوكي لو الناس اسماء الشرح على Thank you.
ماشي آخر سؤال. تمام ماشي، نشوف بقى اول نشوفهم كده نراجعهم مع بعض. اول سؤال بقى بيقول لنا ان ده طفل 3 سنين مامته جايه تشتكي ان هو بيجي له ريبيتد شيست انفيكشن، ده معناه ان الراجل كونجست باستمرار. سمعنا عليه اسكالتيشن وايت فيكس سبليتنج اس 2 ده بتاع على طول اهو اي اس دي. قلنا ايه احسن فيه ممكن نشوف فيه الاي اس دي؟ برافو عليك، زي ما قلنا الرايت اتريوم هيبقى السبتم وجنبه الليفت. طيب ده سؤال بسيط. السؤال اللي بعديه عندنا بيشنت دكتور الاي سي يو بيكونسلت مي عشان اشوف البيشنت محتاج ده اي في فلويدز ولا لا، ايه احسن فيو؟ سبكوستر عشان اشوف الاي في سي دايمتر اكتر من 2.1 ولا اقل من 2.1. كل واحد يدي نفسه صح او غلط ماشي، محدش يعدي الاجابات. تمام. بيشنت عنده هيستوري الانفيريور ام اي وفي كيوهات في الانفيريور ليدز 2.3 او اي بي اف، يبقى ايه الوول اللي هتوقع ان يبقى هايبوكاينيتك؟ واكيد الانفيريور، والانفيريور نشوف في اي فيو شورت بي ايبيكال تو. مش انا قلنا الايبيكال تو هيبقى انفيريور قدامه انتيريور صح؟ كويس. السؤال اللي بعديه ده صار احنا قلناه هو تعود 15 سنه سنه صغير بيشتكي من كرونيك هيديك ضغطه عالي الابر ليمب ديفرنس مع الاور ليمب ايه؟ برافو. يبقى هنا ميلي سسبكت كو اركيتيشن، يبقى ده غالبا هشوفه في السوبرا استرنال. اخر سؤال واد مانويل وشكك ان عنده بايباس بالاورتيك فان، عاوزين نشوف المرسيدس موجوده ولا لا، يبقى الشورت بارس. برافو ده كلام جميل خالص. ايه لا كده عدينا كده. اخر جزء في محاضره البيزك هنقولها هو الايكو موداليتيز. ايكو موداليتيز يعني ايه؟ انا كده عرفت ازاي اصور الهارت، عرفت الاناتومي بكل جزء وايه فايده كل جزء. طيب ازاي بقى هستخدم اديشنال موداليتيز عشان خاطر اشوف واخرج بداتا اكتر من الايكو؟ الموداليتيز بقى زي الكاميرا كده، اعمل زومينج، اعمل تشينج في الكالر، بروبنج، الحاجات دي زي نفس الفكره يعني. فاحنا هنشوف بقى ايه هي الايكو موداليتيز اللي هنستخدمها او بنستخدمها في الهارت. اول حاجه في الموداليتيز هو الام مود. تمام، حاجه اسمها ام مود، ده اول موداليتي طلعت في الهارت في الايكو كارديوجرافي. اول ما اخترعوه كان عباره عن ام مود. ام مود دي زي في الهيستولوجي بالظبط الكات سيكشن. الكات سيكشن هي نفس الفكره بالظبط، ان انا هيبقى عندي الصوره واقوم حاطط الام مود ده زرار، اتك على زرار الام مود يبقى واخد لي كات سيكشن في الحته اللي انا عاوزها. طيب ايه فايده الام مود؟ له فوائد كتيره جدا، بس على مستوانا كبيزك هناخد له فايدتين اتنين. اول فايده زي ما احنا شايفين في الصوره دي ان انا حطيت الام مود على ياخد لي كات سيكشن في الاورطه ومين؟ الليفت اتريوم. تمام، في الاورطه والليفت هتظهر لي الصوره دي. انا حطيت الام مود كات سيكشن ده على مستوى الاورطه والليفت اتريوم، قام جاي خد لي فيهم كات سيكشن بهذا الشكل. ادي الاورطه اهو وادي الليفت اتريوم. طب ايه اللي فوق خالص ده؟ الرايت فنتريكل. بص على هنا هنلاقي قطع في الرايت فنتريكل، فاكيد هيبقى واخد لي برده الرايت فنتريكل. اقدر اشوف من هنا ايه بقى؟ اقدر اقيس الدايمتر، قطر الدايمتر بتاع الاورطه بتاع الليفت اتريوم. طيب عشان اعرف ايه؟ اعرف هل الاورطه ده دايليتد ولا لا؟ والليفت اتريوم ده دايليتد ولا لا؟ دي حاجه مفيده بالنسبه لي. طب ايه هو الابر ليميت؟ 4 سم. المفروض الاورطه ما يزيدش عن 4 سم والليفت اتريوم ما يزيدش عن 4 سم. فانا بقوم جاي واخد الام مود، احط الام مود على هذا المستوى، هتظهر لي الصوره بهذا الشكل، او جاي قايس المسافه دي واقيس المسافه دي، اشوف الاورطه ده كبير ولا لا، واشوف الليفت اتريوم ده كبير ولا لا. هو الليفت اتريوم يكبر امتى؟
برافو عليك. لو في ميه ترانس ستينوزس هلاقي الليفت اتريا لما كبير دي حاجه. ايه ممكن هو الموست كومن؟ ميه ترانس ريجير. اوكي اي ميه ترانس انا خير برضو استنوز يعمل ايه ازاي يكبر الليفت اتريا بالظبط؟ هيعلي البريشر فيخلي البريشر في مين؟ في الليفت فينتركل عالي، فعلو البريشر في الليفت فينتركل يخلي الليفت اتريوم يبذل مجهود اكتر في الكونتراكشن عشان يتغلب على هذا البريشر فيكبر. تمام؟ ايه اهم سبب يخلي البريشر عالي في الاورطه؟ الهايبرتنشن. صح؟ عشان كده دايما تلاقي العامل بتاع الهايبرتنشن بعد فتره يبتدي ينهج. ليه ينهج؟ الهايبرتنشن اللي هو الانكنترول على مدار 24 ساعه يبتدي يعمل بريشر يزود الضغط في الليفت فينتركل يكبروا الليفت اتريوم. الليفت اتريوم ده يبقى ريفلكتد على مين؟ على اللنج كونجيشن. يبقى دايما عند لنج كونجيشن يخليه ينهج. تمام؟ فده من اهم الحاجات. فانا اقدر اقيس عن هايبرتنشن لونج ستاندنج وبدا ينهج نعمل له ايكو ونشوف الليفت اتريوم بتاعه كبر ولا لا. لو كبر يبقى ده انديكيشن ان في بقى حاجه اسمها دايستوليك ديسفانكشن اللي هو الليفت فينتركل مش عارف يريلاكس كويس وبالتالي عامل كرونيك لانج كونجيشن والعيان ده بيجي له ديسنيا مع الاكزيشن. يبقى دي اول فايده للام مود ان انا احط هذا الام مود على مستوى الاورطه ليفت اتريوم عشان اقيسه. القطف بتاعتهم كام؟ 4 سم. 4 سم اكتر من 4 سم يبقوا دايليت. جميل. طيب هنحرك بقى الام مود لاين او الام مود كيرسر ده احركه شويه واخد قط سكشن في مين؟ في الليفت فينتريكل. اخد قط سكشن في مين؟ في الليفت فينتريكل. انتوا عارفين ده اني وول من الليفت فينتريكل؟ السبت. وده اني وول؟ البوستيريور. ده اللي تحت. البوستيريور. تمام؟ البوستيريور. فابتدي اخد فيها قط سكشن بقى، وهنعرف ايه فائده هذا القط سكشن؟ اكيد اول فائده هتبقى ايه؟ ده الام مود بتاع الليفت اتريوم اورطا. هبتدي اقيس اهوت الاورطه واقيس مين؟ الليفت اتريوم واشوفهم دايليتد ولا لا. الصوره بتبقى بنفس هذا المنظر بالظبط. ادي القط سكشن بقى بتاع الليفت فينتريكل. القط سكشن بتاع الليفت فينتريكل اول حاجه اكيد هعرفها منه اشوف الليفت فينتريكل ده دايليتد ولا لا، صح؟ اشوفه دايليتد ولا لا. طيب احنا هنتخيل كده وهنرسم الرسمه. ادي عندي الكيرسور هيقطع، هيقطع طبعا اول حاجه في الرايت فينتريكل، فهيبان الرايت فينتريكل فوق. ماشي؟ مش عاوزه دلوقتي. بعد كده هيبتدي يقطع في مين؟ في السبتم. وبعد كده هيبتدي يخش على مين؟ اللي في كافيتي. ما هيقطع في السبتم، بعد كده اللي في كافيتي، بعد كده يقطع في مين؟ في البوستيريور. وتحت البوستيريور هنا مين؟ البريكارديا. فاكرين لما قلنا البريكارديا بيبقى لونه برايت قوي اهو، شايفين؟ ادي اللير بتاع البريكارديا من برايت دي. بعد كده في لير كده ترانسلوسنت شويه، ده مين؟ ده الميوكارديا. واللاين البرايت التاني ده اللي جوه ده مين؟ ده الاندوكارديا. مش احنا قلنا الحته دي في الاول خالص اللي هو الثري لايرز بتوع الكارديا وول بيبانوا بسبب اختلاف الكونسستنس بتاعتهم؟ الثلاثه باينين اهو. طب جميل، هنرسم بقى الرسم ده عشان نعرف نطلع من هذه الام مود بداتا ايه؟ اعرف منه ايه؟ ادي تمام. ادي اول حاجه السيرتم. ما فيش حاجه من بعده ولا اتصال ولا لا يعني. ممكن اعزائي الدكتور احمد سليمان، هي قالت لي احمد سليمان بالفعل بس انا قلت احمد سليمان مش عندي. طب ايه اللي قال لي انا احمد عمر؟ حسبي الله ونعم الوكيل. انا عمري حسبي الله. لا ما هي يا دكتور على الاقل يعني نستميك عادي. قلت لها حاجات موجوده عندي فابعدها عنه واخدها منه. اجيب منين احمد سليمان؟ اروح له ده السبتم وده البسيرو. طيب الوز دي بتكونتراكت، صح؟ عشان الهارت ده بيتنج اورجان. فالكونتراكشن لما يحصل كونتراكشن يعني ايه كونتراكشن؟ يعني الاندوكارديوم بيقرب من بعض، صح؟ عشان ايجيبت البلد وبعد كده الريلاكسيشن يبعدوا عن بعض. فانا هلاقي ايه المود؟ لان هو الهارت بيبيت والكات سكشن شغال، فهتلاقي الدنيا عماله تمشي كده. Contraction, relaxation. اللي هو سيستول دايستول. Contraction, relaxation. Contraction, relaxation. تمام؟ طيب هبتدي أنا بقى أشغل الميجر بتاعتي وأبتدي أقيس. هقيس إيه؟ أول حاجة هقيس السينس بتاع انترفنتريكولار سيبتر.
عشان اعرف العيان ده عنده ال في اتش ليفت فينتريكولار هايبرتروفي ولا لا. ازاي؟ من سمك السيرتم. لو السيرتم ده سمكه زياده يبقى العيان ده عنده ايه؟ ال في اتش ليفت فينتريكولار هايبرتروفي. طيب القط اوف بتاعتنا كام؟ 1.2 ماشي. لو 1.2 فيما فوق يبقى هنا العيان ده عنده ال في اتش، ده عنده حاجه زودها البريشر مخليه العضله متضخمه. ال في اتش اقل من كده ده نورمال. طيب تاني حاجه هقيسها، احنا اتفقنا ده ايه؟ ده دايستول صح؟ هنخلي بس فوق السيستول. تمام. يبقى تاني حاجة هقيسها، هقيس المسافة دي. ايه المسافة دي؟ ده الليفت فينتريكل في الليفت فينتريكولار دايمتر في الايه؟ في الدايستول. فبنسميه ال في ان ليفت فينتريكولار اند دايستوليك دايمتر. تمام؟ بقيس الليفت فينتريكل اند دايستوليك دايمتر. ده مهم قوي. ليه؟ انا عندي فيه كات اوف 5.8 سم. لو ازيد من 5.8 يبقى الليفت فينتريكل ده ايه؟ دايليتد. عشان كده لما كده اقرا ريبرت ايكو بيقول لك دايليتد ال في كافيتي. يعني ايه دايليتد؟ يعني ال في اند دايستول اكثر من 5.8 سم. تمام؟ ده كلام مهم قوي. طيب بعد كده اهوت هبتدي اقيس مين؟ هقيس خلينا هنا اهو المسافه دي، المسافه دي اللي هي ايه؟ ال ال في ان سيستوليك دايمتر. تمام؟ ابتدي اشوف ال ال في ان سيستوليك دايمتر. طيب في معادله قديمه كلنا كنا عارفينها في الفسيولوجي اللي هي معادله الايه؟ الايجيكشن فراكشن. كانت ايه الايجيكشن فراكشن؟ وانا مش فاكرينها. كانت معادله لذيذه قوي كده. يعني ايه ايجيكشن فراكشن؟ يعني قد ايه من الدم هو الهارت بيبقى اقصى كميه بلاط فيه في السيستول ولا في الدايستول؟ الدايستول اكيد ما هو مرخي. فهو الايجيكشن فراكشن يعني قد ايه من الدم اللي في الفنتريكل ده وهو كتير في الدايستول ايجيكت طلع بره. يبقى ده بنجيبه ازاي؟ يبقى هشوف الاند دايستول اللي هو الكميه كلها واطرح منه الاند سيستول يعني الكميه اللي اتبقت فخر السيستول واقسمهم على الكل اللي هو الاند دايستول فاجيب قد ايه طلع اثناء الكونتراكشن. لا لا زي يبقى الاجيكشن فراكشن عباره عن ايه؟ الاند دايستوليك دايمتر او فوليوم ناقص الاند سيستوليك ماشي دايمتر او فوليوم على الكل اللي هو الايه؟ الاند دايستوليك صح؟ لما احسبهم دولت هيديني مين؟ هيديني الاجيكشن فراكشن اللي هي كفاءه القلب. يعني العيان ده امتى اقول العيان ده عنده هارت فيلير الاجيكشن فراكشن بتاعته قليل، والعيان ده الفانكشن بتاعته كويسه الاجيكشن فراكشن عالي. كام بقى القطوف بتاعتها يا ساره؟ 65 55 ده يعني ممتاز. 55% كل 55% فيما فوق انا عندي الاجيكشن فراكشن كويسه، كفاءه القلب كويسه. اقل من 55 بقى يبقى في امبيرد فانكشن بتاع الليفت. يبقى هذا الفيو في منتهى الاهميه بطلع منه بداتا مهمه جدا 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 جدا. اعرف هل في ليفت فينتريكو هايبرتروفي، في هايبرتروفي تضخم ولا لا، اعرف الفينتريكل الهارت دايليتد ولا لا، اقدر اجيب الفانكشن بتاعت الهارت اللي هي الايجيكشن فراكشن بتاعته. انا ببتدي اقوم جاي بجيب الميجر وابتدي اقيس له المقاسات ديت، والجهاز الماشين نفسها بتقوم جايه عامله المعادله مع نفسها ومطلعه لي الايجيكشن فراكشن كذا على طول. تمام؟ ده بالنسبه لي الام مود على مستوى الليفت فينتريكل. دول اهم حاجتين للام مود. في حاجات كتيره جدا 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 استخدامات للام مود، بس دول اهم حاجتين على مستوى. يبقى زي ما احنا شايفين اهو خدنا ام مود على مستوى الليفت فينتريكل، عمل لي ادي الوولز، ابتدى شايفين اللاين المقطع ده هو بيقيس اس السيرتم اس الاندو دايستوريك دايمتر اس البوستيرو وول وهكذا في السيستول. طلع له الدايمترز دي السيرتم قد ايه والليفت فينتريكل دايستوريك دايمتر قد ايه والايجنتال فراكشن الكفاءه كذا في المية وهكذا. ماشي؟ وده هنشوفه برضو مع بعضنا باذن الله. طيب في حاجه موداليتيز ثانيه، في خصائص ثانيه ممكن استخدمها في الايكو. عندنا ممكن استخدم الكلر اللون، ممكن نضيف لون على الصوره فيديني معلومات. طيب ايه اللون ده؟ في قاعده مهمه جدا في اللون
الايه ده الابيكال فور تشامبر في 1 تمام. ادي الجروب بتاعي وادي الابيكال فور تشامبر في 1. البلد موبيليتي بتبقى اكروس الميترال من اللي فين الدم عن في الميترال بيتحرك من اللي فين عارف من ليفت اتريم من ليفت فينتر يبقى البلد متحرك كده. طيب ده كده الدم رايح على الجروب ولا بعيد عن الجروب؟ رايح على البروب، رايح ينبت البروب. طيب ده كلام جميل. هنخلي البيو ابيكال 5 ممكن. ده ابيكال 5. طيب البلاك في الاورطة اكروس الاورتك فالف بيتحرك من ايه؟ مش شايفه؟ طيب تمام. طيب البلاك في الاورطة بيتحرك من ايه اللي فين؟ بالظبط من ليفت فينتريكل الاول. يبقى اوي فروم ذا ايه ذا جروب. طيب انا عاوز بقى اسجل حركه الدم. بسجل حركه الدم دي بحاجه اسمها الدوبلر. الدوبلر ده اول نوع منه اللي هو الكالر دوبلر. احط كده كالر يبان لي اللون. طب الكالر هيبان ازاي؟ في قاعده مهمه جدا اسمها قاعده بارت. ايه بارت دي؟ اللي هو بلو اوي ماشي ريد توارد. يعني الدم البلاد اللي رايح يمة البروب هيبقى لونه احمر ريد توارد. البلاد اللي رايح اوي فروم ذا بروب هيبقى لونه ايه بلو ازرق تمام. يبقى انا طبيعي لما احط كلر على الميترا هلاقي البلاد اللي خارج منه لونه ايه لونه ايه يا جماعه لونه ريد. قاعده البارت دي اوعى تنسى مهمه قوي. طيب ولو حطيت كلر على الاورطه هيبان البلاد لونه ايه يبقى لونه بلو صح؟ جميل قوي. دي قاعده في منتهى الامل. طب ايه فايدتها براكتيكالي؟ هناخد كده الميترال ده هو الكالر بتاع الميترال نورمالي ايه؟ ريد صح؟ نورمالي ريد. طب لو في ريجيرج الدم هيتحرك ازاي في الريجيرج؟ الريجيرج بيتجه من الليفت فينتريك اللي ايه؟ للليفت اتريوم فيديني لون ايه؟ ازرق فيختلط الازرق بالاحمر فيديني لون مزيق اللي هو مبقرش يعني ايه مبرقش هيديني لون مبرقش اللي هو وسط ما بين الاحمر والايه والازرق. يبقى انا لما احط اشوف طبيعي ان انا اشوف احمر وازرق بلو اوي ريتور. طب لو لقيت مزيق بنسميه الايزنج في الايزنج يبقى ده معناه ان في ايه ان في تيربلنس في الفلو في ريجير. طب ليه جه منين الالايزنج ده اختلاط الاحمر بالازرق اداني هذا القرار تمام. دي فايد وهكذا بقى بنطبق هذه القاعده على كل الفالفز. دي قاعده او فكره الكالر دوبلر. نشوف كده شويه صور. ادي الصوره الطبيعي الفلو اكروس الميترال بيبقى لونه رايح يمه البرو بيبقى لونه ريد. والفلو في الاورطه طبيعي ان هو اوي فروم ذا برو فيبقى لونه ايه بلو زي ما احنا شايفين. وادي الميترال ريجير اختلط الاحمر طبيعي وادي الازرق اختلطوا مع بعض اداني هذا اللون ده المزيق اللي انا بقول لكم عليه ده المشابه لايه اختلاط الاحمر بالازرق تمام اداني الكالر المزيق واضح ده. فانا لما اشوف اهو يبقى الجزء ده عباره عن ايه ده ريجير ده ريجير تمام. واحنا بقى بنبتدي نعمل بعد كده شوف الريجيرج ده كميته قد ايه من الليفت اتريوم واقدر اقول ده مايلد ريجيرج ولا مودريت ريجيرج ولا سيفير ريجيرج. اوكي دي فكره الكالر دوبلر. ادي برده الريجيرج بتاع الاورت نفس الفكره بالظبط تمام. شايفين المزايك او بنسميه الايزنج. طيب في مشكله في الكالر دوبلر ايه؟ لا بنقارنه يعني هنا مثلا في كل حاجه لها حاجه في الميترال بشوفه هل هو واخد تلت الليفت فينتريكل سوري هل هو واصل لتلت الليفت اتريوم ولا واخد تلتين ولا واصل لحد الروف. لو واخد بس واصل تلت الليفت اتريوم ده مايل واخد تلتين ده مودريت واصل لحد الروف ده سيفير تمام. طب في الاورطة بقارنه بالديامتر بتاع ده اسمه ايه ده اسمه ال في او تي صح ليفت فينتريكل اوت فلوتراك. فبشوف الجيت بتاع الريجيرج ده هل هو تلت ولا تلتين ولا واخد ال ال في او تي كله مايل مودريت سيفير. بقيس الجيت الالايزنج ده واشوفه واخد قد ايه من ال ال في او تي
على اساس كده. دي احد الطرق للتقييم، بس يعني في 7-8 حاجات بحدد فيه السيفيريتي، بس دي على مستوى الكالر دوبلر. طيب في حاجات تانية للدوبلر، في حاجات تانية اقدر اقيس بيها حركة البلاد اوت، في حاجات تانية اقدر اقيس بيها حركة البلاد اكروس الفيند، حاجة بنسميها بالسد ويف وكونتينوس ويف. بالسد ويف وكونتينوس ويف مش هنتعمق فيها قوي، هناخد فكرة مبسطة عنها. ايه فكرتها ديت يا جماعة؟ فكرتها ان انا هو اول حاجة البالسد ويف والكونتينوس ويف هما شبه بعض قوي، بس الفرق البسيط ما بينهم ان البالسد ويف ده بيقيس لي اللو فيلوسيتي فلو، يعني الحتت اللي قدامي فيها بيتحرك بالراحة، والكونتينوس ويف بيقيس لي الهاي فيلوسيتي فلو، يعني الحتت اللي قدامي بيتحرك فيها بسرعة قوي. يبقى طيب بناء على هذه المعلومة، لو انا عاوز اشوف الفلو على مايترال اشوفه باني حاجة، ولو عاوز اشوفه على الاورطة اشوفه باني واحد فيهم؟ المايترال الفلو عليه هاي ولا لو؟ لو. فلو عاوز اشوفه على اشوفه بمين؟ بالسد ويف. برافو عليك. طب والاورطة هاي فيلوسيتي بشوفه بمين؟ بشوفه بالكونتينوس ويف. ده كلام جميل قوي، برافو عليك. طيب لو في ستينوزس هيزود اكتر ال هيزود اكتر الجيت زي الخرطوم اللي ضيقته فيجيكت الميه اسرع، ولو رجرش العكس هنقول الكلام ده دلوقتي. طيب في قاعده ثانيه زي البلو اوي ريد تور، القاعده دي بتقول ايه؟ انا دلوقتي البالسد ويف والكونتينوس ويف هيسجلوا لي حركه الدم في صوره ويفز، في صوره ويفز. هنا كنا صورنا حركة الدم في صورة color، ده اللي هو color doubler. الcontinuous أو الباسد ده بصور أو برسم حركة الدم في صورة waves. طيب برضو لها قاعدة، أول حاجة البلاد على الميتر ماشي منين لفين؟ من left atrium left ventricle، يبقى رايح يمت البرو، يبقى الويف اللي هيرسمها تبقى لفوق، فنلاقي بيرسم لي الويف كده لفوق، الويفز بتاعته لفوق. طب البلاد في الاورطه ماشي منين لفين؟ من ليفت فنتريكل للاورطه، اواي فروم ذا برو، فالويف بتاعته تبقى فين؟ الويف بتاعته تبقى لتحت، صح؟ الويف حركه الدم هتتمثل بكيرف باصص لفين؟ لتحت، تمام؟ دي اول حاجه بنعرفها في الاثنين. طيب حركه البلاد من الميترال ليه من الليفت اتريوم من الليفت فنتريكل بيتم على كم مرحله؟ معلومه كلنا عارفين لا مش هنتعمق في الكارديك سايكل قوي. بيتم على ايه؟ لو انتوا فاكرين 70% باسيف و30% اللي في الاخر بالاكتيف اتريوم كونتراكشن، صح؟ فالمفروض لما انا اجي ارسم حركه الدم هيطلع لي تو ويفز، ويف كبيره تمثل ال 70% عشان كده هي كبيرة، بنسميها الـ E wave، ويف صغنطوطة تمثل الـ 30% اللي هو الـ Active Atrial Contraction، ماشي؟ فبنسميها A wave. يبقى الطبيعي إن أنا لما أحط هنا هحط بالسد ولا كونتينوس؟ برافو عليك، بالسد. لما أحط بالسد على الميترال يرسم لي هذه الرسمة، الـ E wave كبيرة 70% والـ A wave صغيرة 30%، ده الطبيعي. طيب هل ممكن يحصل ابنورماليتيز؟ ممكن الاي دي ما تبقاش موجوده في ايه؟ برافو عليكم ممتازين. يبقى لو في اي اف مش هيبقى في اي ويف، هتختفي لان مفيش اتريال كونتراكشن، تمام. طيب ممكن يحصل ابنورماليتيز ثانيه؟ الابنورماليتي اللي احنا قلناها من شويه، لو الليفت فنتريكل ده البريشر فيه عالي وبقى مور ستيف، فالجزء الباسيف هيقل، ما هو الباسيف ده بينزل عن طريق ان انا ريلاكس حلو وفشفط 70% الباسيف. طب انا لو ما بقتش ريلاكس كويس فما بقتش اشفط كويس، فنلاقي الجزء الباسيف، الجزء الباسيف ده هي ايه؟ هيقل. طب الجزء المتبقي للاكتيف كونتراكشن هي ايه؟ هيزيد. ما انا الجزء الباسيف مثلا نزل 50%، اتبقى 50% للايه؟ للفيز الثانيه اللي هي الاكتيف اتريال كونتراكشن، فيزيد. فنلاقي حصل ايه في الويف؟
هنلاقي الايه الاي صغرت والايه كبرت، وده بنسميه دايستوليك ديسفانكشن. يبقى ازاي اعرف ان الفنتريكل ده مش بيريلاكس كويس؟ ازاي اعرف ان البريشر جوه الليفت فنتريكل ده عالي، ان في مشكله في الريلاكسيشن؟ عن طريق ان انا اشوف ال، احط بلس على الميترال واشوف الاي اي ريشيو نسبتها شكلها عامل ازاي، هل هي نورمال ولا انعكست بقت اب نورمال. تمام كده، واضحه دي يا جماعه؟ الحته دي صعبه شويه بس مهمه قوي. تمام، فيها مشكله؟ تمام كويس. طيب في جريدز بقى، في درجات من الدايسكس فانكشن، بس مش هنخش فيها، احنا كفايه على مستوى ان نعرف الحته دي بس كده. ماشي، يبقى دي معلومه في منتهى الاهميه. جميل. طيب الاورطه الاجكشن بتاع البلاد من الليفت فنتريكل للاورطه بيتم على كذا مرحله ولا هي مرحله واحده؟ هي مرحله واحده، الاجكشن فيز يكون تراكت ايجكت بلاد. عشان كده الويف بتاع الاورطه هتبقى ويف واحده بس. تمام، وقلنا هتبقى بصه لتحت ولا لفوق؟ بصه لتحت، وهقيسها بالبلس دولار كونتينوس. برافو عليك. طيب لها ليميت بقى، والله لو الفيلوسيتي حركه الدم سرعتها 2 متر ده الطبيعي، طبيعي ان السرعه تبقى حوالي 2 متر، لو زادت عن 2 متر زي ما الدكتور قال ايه بقى؟ هيبقى في ستينوزس زي الخرطوم، قلنا جبنا خرطوم ميه، ضيقنا بوز الخرطوم، الميه بقت ايه؟ راحت لمسافه سرعتها زادت، فنفس القصه لو في اورتيك ستينوزس هلاقي ان الجيت حركه الدم سرعتها بدل ما كانت 2 متر طبيعي، انا اوصل ل 3 و4 و5 على حسب السيفيريتي بتاع الاورتيك ستينوزس، فمن هنا ممكن اقدر اعرف سيفيريتي الاورتيك ستينوزس. تمام؟ فهمنا الحتة دي؟ يعني طبعا يعني المحاضرة دي عشان تنقال ان ديتيل دي محتاجة مثلا كورس 3 4 شهور، فاحنا بنحاول ناخد الفكرة العامة عشان لما اقرا ريبورت ايكو ابقى بس فاهم يعني ايه دايستوليك ديسفانكشن، ده معناه ايه؟ يعني دايستوليك ديسفانكشن ده معناه ان الفنتري ده مش بيريلاكس كويس، ده معنى كده ان عنده الهايبر تنشن بتاعه مش كنترول، ده معناه ان هو لما يبذل مجهود هيجي له ديزنيا مع الاكزيرشن. تمام؟ بنبقى فاهمين ومربطين الدنيا. طيب. ما هو لها لا لها فيلوسيتي سرعه، السرعه دي بتتقاس بالمتر بير سكند، وزي ما قلنا يعني الابر ليميت في الاورطه 2 متر، وكل حاجه لها حاجتها برضه. طب يبقى احنا كده صورنا حركه الدم اللي جوه الهارت، صورناها بتو موداليتيز، اول موداليتي هي الكلر، الكلر دوبلر. طيب الموداليتي الثانيه هي البلسد والايه؟ والكونتينوس. تمام؟ طيب هل في موداليتي ثانيه؟ العلماء بقى ايه؟ يعني من كتر فراغهم فقال لك احنا مش هنسجل بقى حركه الدم، ده احنا هنسجل حركه السيلز الخلايا. فشوف مثلا في السبتم الخليه بتتحرك ان ريليشن للخليه اللي جنبها ازاي؟ تمام؟ فاخترعوا حاجه قذره وجات لي في الامتحان ما كنتش مذاكرها، اسمها التي دي اي اللي هو تيشو دوبلر ايمجينج. اه بالظبط، التيشو دوبلر ايمجينج يعني ايه؟ يعني دوبلر يعني بقى ايه السرعه، بس هنا سرعه على مستوى الخليه على مستوى التيشو، فسموها تي دي اي تيشو دوبلر ايمجينج. تمام، فدي بقى ايه للاسف الشديد يعني بتسجل لي مراحل الكاردياك سايكل. عارفين الكاردياك سايكل الرخمه دي؟ فهي بتسجلها لي بقى. فانا عندي كده اهو ادي الابيكال فور وادي السبتم ماشي وادي اللاترال. فلما جه بقى جاي حاطط الكيرسور بتاع التي دي اي بتاع تيشو دوبلر على السبتم مثلا هيبتدي يشوف لي او يرصد لي او يسجل لي حركه الخلايا السيلز التيشو جوه السبتم في صوره ويفز. طيب وهنا بقى هيبقى في بدقه متناهيه انه هيرسم له كل الكاردياك سايكل. احنا عارفين الكاردياك سايكل عامله ازاي؟ اول حاجه مرحله، انت عارفين طبعا الكاردياك سايكل بتنقسم لجزئين. خليها تعيش الكاردياك سايكل حاجتين، اول حاجه اللي هي مرحله السيستول، وثانيه مرحله اللي هي مرحله الايه الدايستول. طيب السيستول كان بيبدا بايه؟ ايزوفوليميك كونتراكشن،
يعني الفنتريكل بياكل في نفسه. تمام؟ دي اول ما هي كده الفنتريكل بياكل في نفسه عمال يكونتراكت من غير ما يتحرك، وبعد ما كل في نفسه هيبتدي بقى يتعصب فيقوم جاي منفجر يعمل ايجكشن، وبعد كده يبتدي يحصل ايزوبوليميك ريلاكسيشن. بعد ما انفجر يبتدي يهدى بقى. تمام؟ وبعد ما يهدى نخش في مين؟ في الدايستول بقى. طيب يبقى انا عندي السيستول عباره عن ثلاث مراحل، ثلاثه فيزز. اول فيز هي مرحله الايزوبوليميك كونتراكشن فيز، ماشي؟ بيرسمها لي. بعد كده مرحله الايجكشن فيز يديني ويف اسمها اس ويف، وبعد كده مرحله الايه؟ الايزوبوليميك ايه؟ ريلاكسيشن. بعد كده نخش على الدايستول، واحنا قلنا الدايستول عباره عن كام فيز؟ ما هو الدايستول ده اللي هو الليفت الاتريا بتفضي في الفنتركلز، اللي هم على تو فيزز، مرحله الباسيف والمرحله الايه؟ الاكتف. فالمرحله الاولانيه الباسيف الكبيره هتديني كده اي ويف، والمرحله الثانيه هتديني اي ويف، ودول منه عشان افرقهم عن الثانيين فبسميها اي برايم، اللي هو بيقولوا عليها داش بس هي برايم، والاي هتبقى اي برايم. ماشي؟ سهله كده؟ يبقى دي ده تيشو دوبلر بيعرفني بيرسم لي الويفز بتاعت الكاردياك سايكل. ايزوبوليميك كونتراكشن سيستوليك اللي هو الاكتف كونتراكشن، سيستوليك ويف اللي هي بنسميها اس ويف، ثم ايزوبوليميك ريلاكسيشن. تمام؟ ثم بعد كده نخش على مراحل الدايستول اللي هو الاي والاي برايم. طيب ايه المعلومات اللي اقدر استفيدها من يعني ليه اخترعوا البتاع ده؟ ايه اللي اقدر استفيده من ده؟ طبعا بنقارن الاي بالاي وتقدر احدد بيها الدايستوليك فانكشن زي هناك بالظبط. لا المفروض الطبيعي ان الاي اكبر من الاي، لو انعكست تبقى يبقى في دايستوليك فانكشن. دي حاجه. ثاني حاجه الاس ويف دي زي ما الدكتور قال، الاس ويف ده اللي هو الكونتراكشن، لو في وول موشن يعني في هايبوكاينيزيا الوول ده مش بيتحرك حلو هيبقى الكونتراكشن بتاعته تبقى ضعيفه، فالاس ويف دي تبقى ايه؟ تبقى صغيره. صح؟ ليه بقى؟ لان انا لما انا ببص بالايكو ممكن انا اقول مثلا ان الوول ده بيتحرك كويس، ساره تقول لي لا انا شايف ان هو مش بيتحرك كويس، وحقها صح؟ حقها انها تعترض تقول ان هو مش بيتحرك كويس. طب نفرق يعني نفصل ما بيننا بايه؟ ده حاجه اوبجيكتيف يعني حاجه سبجيكتيف كل واحد ورايه. عشان كده دايما يقول لك يعني ما تحكمش على وول موشن الا لما تشوف 700 حاله، يعني لازم تشوف بعينيك 700 حاله عشان تقدر تفتح بقك بقى وتقول رايك. تمام؟ دي ده جايد لاينز الامريكا تقول لك عشان تقدر تقول رايك ان في وول موشن ولا لا لازم تكون شفت 700 حاله. تمام؟ طيب اللي يفصل بقى ما بيني وما بينك ايه؟ تيشو دوبلر. انا اشوف بقى الكونتراكشن بتاع الويف دي رسمه لي ويف، الويف دي تقيسها الاس ويف، طبيعي ان هي 10 اقل من 10 يبقى في هايبوكاينيزي، اكتر من 10 يبقى ده بيكونتراكت كويس. تمام؟ دي موداليتي من موداليتيز الايكو اسمها ايه يا اولاد؟ التي دي ار. لا ريفرسبل مع يعني مثلا لو سببه هايبر تنشن مع كنترول هايبر تنشن في تايم افريج مثلا 3 مانس يرجع تاني يتحسن. تمام؟ وبعد سن ال 45 سنه طبيعي ان هيبتدي يحصل شويه ستيفنس كحاجه ديجنراتيف فيبتدي يعمل لك دايستوليك فانكشن. يعني ممكن مثلا احنا لو عملنا لكل الموجود ايكو ممكن نسبه 40 50% يبقى عندهم دايستوليك فانكشن. ماشي؟ حاجه ايدج ريليتد يعني. بس يبقى عرفنا كده التي دي اي ده عباره عن ايه؟ ماشي؟ وايه فائدته وايه استخدامه؟ اسس منه حاجتين، دايستوليك فانكشن وسيستوليك فانكشن، عشان كده هو مهم قوي. اسس بيه دايستوليك فانكشن وايه؟ وسيستوليك فانكشن. طيب هنشوف كده شوية صور سريعة لهذا الموضوع، احنا خلصنا ان شاء الله. ده ايه؟ يلا من غير ما نبص على الصورة، ديت ويف مرسومة لفوق ولا لتحت؟ مرسومة لتحت، يبقى دي بتاعت ايه؟ بتاع اورطة. تمام؟ اهو هو حاطط ودي هيبقى بالسد ولا كونتينوس؟ هيبقى كونتينوس، برافو عليك، هو حاطط هنا الكونتينوس على مستوى الاورطة هو. وادي رسمت لك الويف، هتبص تشوف سرعه الويف ديت او متر بير سكند، هل معديه 2 متر؟ شايفين الاثنين دي؟ شايفينها؟ اهي ده 2 متر اهو، هل معديه؟ مش معديه، اقل من 2 متر، يبقى ما فيش السينوزس ولا حاجه. ده شكل الكونتينوس، دي الويف بتاع الكونتينوس على الاورطه. طيب هنا بقى حط الايه؟ البلسد بس مش على الاورطه، على ال في او تي هو تحت الاورطه. ال في او تي السرعه فيه بطيئه. عشان كده استخدم عليها باص مش مشكله. هنا ديت بس نجيب صوره احسن منها. الصورتين اهو. هنا بقى استخدم ايه يا ولاد؟
ده الويدج مرسومه لفوق يبقى ده بتاع مايتر وبدا مايتر يبقى اكيد حط بلس برافو عليك ورسم له تو ويفز ادي ويف وادي ويف ويف كبيره هي الاي ويف الاي الاولانيه والويف الثانيه الصغيره هي يبقى اللي عنده عنده سيرفيس فانكشن ولا ما عندوش ما عندوش برافو عليك طب نشوف العيان ده شايفين الـ E صغرت والـ A كبرت يبقى العيان ده عنده ايه ده السبب مش يبقى العيان ده اكيد بينهك لما يطلع السن ادي اللي احنا قلناها اللي هي التيري اوت تشو دوبلر هنا حافظ اهو الكيرسر بتاعه على مستوى شايفين ده ايه السبتم صح فوق حاطط البتاع اللي هي العلامه دي الخطين اللي جنب بعض دول ده اسمه الكيرسر حاطه على مين على السبتم ماشي فانا سميت للويبز اهو شايفين الخط الهيزي ده اهو ده ايه ده الايزوفيمال كونتراكشن وبعد كده الويف اللي فوق ديت هي الاس ويف بتاع الاس ستون وادي بعد كده الحته الهيزي دي هي الايه الايزوبريميك ريلاكسيشن وادي مراحل ال دايستول ادي الاي برايم وادي الاي برايم انا عندي عنده دايستول فانكشن ما عندوش ما عندوش والاس ويف بتاعته كويسه بقى الجزء بيتحرك كويس تمام يبقى ده شكل الويفز بتاعت التي دي اي تيشو دوبلر تمام طيب هناخد بقى الاسئله والبريك على طول ماشي اربع اسئله اتفضل يا مثلا لا احنا بنستخدم كل الموديلات كل انت بتستخدمي كل الموديلات عشان تعملي كومبليت اسسمنت وتدي تطلعي كومبليت ريبورت فانت هتستخدمي الكلر عشان تاسسي الفالفز استخدمي البلس والكونتينوس مع الكلر على الفالفز عشان تشوفي فيها مشاكل ولا لا ونستخدم التي دي اي هو التي دي اي اللي مش كتير بيستخدمه مش موجود يعني الجهاز ما فيش فيه تي دي اي في اجهزه كتيره ما فيش فيها الاوبشن بتاع التي دي اي تمام فابتدي اي بس ولا ادفانسد ممكن ناس تستخدمه وناس ما تعرفش عنه تمام هناخد بس كده اربع اسئله وبعدها بريك ان شاء الله يلا السؤال ده فيه مشكلة؟ تمام بعده ده سؤال صعب مش هتعرف تجاوبه سيبوا ده يعني ده احنا حتة نسينا نشرح ناخد اخر سؤال اخر سؤال ده سؤال سهل صح؟ تمام يلا نراجع كده الاسئله مع بعض اول حاجه بيقول لنا بيشنت عنده لونج ستاندنج هايبر تنشن جايب بروجريسيف ديزنيا احنا شاكين ان عنده دايستوليك عنده امبيردس دايستوليك فانكشن هنستخدم انهي موداليتي تو اسس برافو عليك بلس ويف على مين على الميترال فالف تمام كويس خالص ده سؤال كويس
طيب عيان زي ما قلنا ان عنده روماتيك ميتر سينوزيس وانا وجاله نيو انس بالبيتيشن غالبا, وانت شاكك ان في دايليتيشن ليفت اتريا. النيو انس بالبيتيشن دي غالبا ايه؟ لا البالبيتيشن البالبيتيشن ريجير لا 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 البالبيتيشن دي غالبا دخل في اي اف, يعني عمل ميترال ستينوزيس كبر له الليفت اتريوم عمل استريتش في الليفت اتريوم فدخل في اي اف صح اترال فايبريليش. طيب عاوزين احنا بقى ناسس الدايليتيشن بتاع الليفت اتريوم, بعمله اسسمنت بايه؟ ام او صح. عاوز الليفت اتريوم ده شكله كبير, عاوز اعمله اسسمنت بالايه؟ بالام او. ادي نفس الغلط ماشي. السؤال الصعب ده بقى معلش ده حته نسيت اقولها, اللي هو ده عيان طبعا عنده ميترال ستينوزيس وبدا في ميل بيشنت وبدا ظهر لها مالر فلاش. عارفين مالر فلاش ده دايما يقول لك لو في مالر فلاش بقى عنده فالمولر هايبرتنشن. هو الميترال ستينوزيس بيزود البريشر في اللنج وبعد وقت بعد فتره من الزمن يبتدي العيان يديفلوب بالمولر هايبرتنشن. طب ازاي انا في الايكو بقيس البالمولر هايبرتنشن؟ ده مهم قوي, بيفيدني حاجات كتير. العيان اللي عنده بالمونري هايبرتنشن مثلا عيان بالمونري امبوليزم وجات الثرومبس قفلت البالمون فهتزود البريشر ده. فمن الحاجات اللي بشخص بيها بالمونري امبوليزم ان البالمونري البريشر يبقى عالي قوي. طب ازاي بقيسه؟ ليها طريقه كده اندايركت دي انا نسيت اقولها لكم في الشرح. الطريقه الاندايركت ده هي ان انا عندي البالمونري ده طالع منين؟ من الرايت فينتريكل. صح احنا خلاص خلصنا طالع من الرايت فينتريكل. لو البريشر فيه عالي هيعلي لي البريشر فين؟ الرايت فينتريك. صح دي اخر معلومه عندي ماشي. هيزود البريشر في الرايت فينتريك. طب لما البريشر في الرايت فينتريك الحقيقه هيعمل ايه في الرايت اتريوم؟ هيعمل له شويه ترايكاسبيد ريجيرش. صح ايوه البريشر هنا عالي قوي فيخلي يحصل لي شويه ترايكاسبيد ريجيرش شويه ايه ريجيرج كده يرتجعوا في الرايت اتريوم. انا بقى بطريقه اندايركت احد العلماء اسمه برنولي اخترع معادله ان انا اقيس البالمونر هايبرتنشن من هذا الترايكاسبيد ريجيرج فيلوسيتي ماشي من سرعه الترايكاسبيد ريجيرج. فطيب انا هقيس الترايكاسبيد ريجيرج فيلوسيتي لو انا عاوز اقيسه بالبلس ولا بالكونتينوس؟ هو طبيعي لو هو ترايكاسبيد طبيعي يبقى الفلو عليه بطيء هقيسه بالبلس. يا ما دلوقتي في ريجيرج, الريجيرج ده ايه؟ ده هاي فيلوسيتي جيت ده حاجه سريعه فقيسها بالايه؟ برافو عليك بالكونتينوس ويف. فهم جاي حاطط كونتينوس هنا هيقوم جاي راسم لي ويف مثلا طولها 3 متر في الثانيه او جاي حاطط عليها اللايف. الجهاز بيعمل المعادله حاجه اسمها 4 في الفيلوسيتي تربيع, يعني بياخد ال 3 متر دي يربعهم ويضربهم في 4 فتديني البالمونري هايبرتنشن. تاني يبقى المعادله بتاع الراجل اللي اسمه برنولي انا في كل اللي انا بعمله بحط الكونتينوس على الترايكاسبيد هيقوم جاي راسم لي حركه الترايكاسبيد ريجيرج. ما هو الريجيرج ده منين لفين؟ من الرايت فينتريكل ل الرايت اتريوم. لمت البروب ولا بعيد عنه؟ اواي فروم. يبقى الويف هتبقى لتحت صح ولا مش صح؟ هيبقى هتبقى لتحت. انا بقيس الفيلوسيتي بقيس سرعه هذا الريجيرج جيت طلعت مثلا 3 متر. الجهاز بيعمل المعادله من نفسه ويقول لي البالونه هايبرتنشن كذا. ايه هي المعادله اللي الجهاز بيطلعها لنا بنفسه؟ 4 في الفيلوسيتي تاب. مش مشكله المعادله طبعا يعني. الفكره ان انا اول ما حطيت الكونتينوس يقوم جاي مطلع لي جيل اقيس له الجيل يطلع لي البالونه هايبرتنشن. يبقى السؤال ده الاجابه بتاعته هتبقى ايه؟ كونتينوس. فهمتوها دي؟ دي من الحاجات المهمه قوي. فهمناها دي؟ الحمد لله. اخر سؤال بقى اللي هو بيشنت جاي بقى عنده شيست بين, يعني عنده سكيميك هارت ديزيز وانت شاكك انا زي ما اتفقنا اختلفنا انا وساره اللاترال ده بيكونتراكت ولا لا هايبوكاينيتك. ايه اللي هيفصل ما بيننا؟ التشو دوبلر ايمج. ده كلام جميل خالص. طيب احنا كده خلصنا البارت الاولاني. هنقول بس مين جاوب كل الاسئله صح نرفع ايدينا بقى. طيب مين 9 من 10 بضمير ماشي. سارة انت اول سؤال اصلا ما حضرتهوش. طب مين 8؟ جميل. طيب ممتاز. 3. مين 7؟ مين 6؟ مين اقل من 5؟ اقل من 5 ده
طيب تمام ماشي thank you very much. احنا ان شاء الله ناخد بريك كده صغير نصلي ونجدد نشاطنا وناكل حاجه مسكره. هنبتدي لما نرجع هنعمل بقى البراكتس الكلام اللي احنا قلناه وصدعنا دماغنا بيه هنشوفه بطريقه عمليه هيثبت ويبقى سهل قوي. وبعد كده هناخد شويه حالات انترستنج خالص بتوع الامرجنسي شويه فيديوهات مش شرح ولا حاجه. انا هقول لكم حاله كذا والايكو بتاعها الفيديو للايكو بتاعها شكله كذا هتبقى حاجه انترستنج نص ساعه ان شاء الله. تمام البريك بقى نتفق نص ساعه بالكثير ان شاء الله. ماشي ايه ولا مش عايزين ايه نص ساعه حلو. طيب عشان بس المعلومات تحصل لها كونسوليديشن او اذا ربنا يعزك الله فيك. ولا حاجه ما انا شربت بقى انتوا جايبين لي عصير بيقول مع ان انا مش عندي السكر على دايت تمام لا ولا اي حاجه انا هقعد في الاسطره نصلي كده ونرجع نكمل ان شاء الله. نصلي معانا خلاص اهو مظبوط ماشي ماشي الدنيا كويسه واضحه زي الفل. طب تمام يا رب اول مره ان شاء الله بس دخلت يعني طب الحمد لله لسه هتسبق كمان ان شاء الله ماشي يا ريس التوفيق. It's the same as epical current champion view but from another orientation. Here you can see Thank you.
I
هي frequency liver and it shows left. راحت صوته زبالة خالص. Left atrium, left ventricle, right. لا ممتاز. في كذا ميل بقى كل هيبقى حد فيهم حد وقع مش لو كنا قلت كويس اتنين يبقى في الكتيرين مش معانا. طيب لو هم ارتبوا بس مش عارف ماشي عادي كويس لو كده لو تعرفي يبقى احسن. طب انا ممكن انزل اليوم دلوقتي تمام ماشي ماشي تروح حتى هطمنك على قلبك. I
الو، عليكم السلام. الحمد لله. ازيك يا عم سعيد؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ لا تحت امرك يا عم سعيد. ايه بتشتكي من ايه؟ تمام. تمام. فجأة ما كانتش بتتعالج من حاجة قبل كده. ازيك يا محمود؟ تمام ماشي. طيب تمام. ماشي يعني. هي موجودة فين في الأصل؟ في أي مكان؟ في الاقتصادي ولا في الرئيسي ولا فين؟ طب بص هقولك حاجة يا عم سعيد، أنا هكلمك وأنا على باب المستشفى، هكلم حضرتك وأنا على باب المستشفى، تستناني بس ونبص عليه. أنا في الجامعة أخلص وأكلمك. ماشي. ألف سلامة. ألف سلامة. ألف سلامة. ازيك عامل ايه؟ ازيك يا محمود؟ الله يخليك. اوراك ايه؟ استريح. الله يخليك. طمنك كده على نفسك. عملت ايكو قبل كده؟ اه. ما انت طويل ورفيع، لازم تعمل ايكو على طول. وانا بعرف عشان ال عامل ايه الشركه بتيجي في قلبي. لا بسلام. ماشي براحتك.